السلام عليكم، اهلا بكم طلبة وطالبات طب الفم والاسنان من كل مكان. احنا Live to Give Family عبارة عن تيم تطوعي من كافة جامعات مصر، وهدفنا هو مساعدة وتطوير طلاب طب الفم والاسنان من كل مكان، وده بيكون عن طريق اننا بنعمل مقالات بسيطة في مجالات ومواد طب الاسنان، وده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك او عن طريق الكورسات المتنوعة والمجانية والمخفضة واللي بتشمل احيانا طلبة غير طلبة اسنان، وهنساعدك توصل لكتب وهندات وفيديوهات شرح لكل مواد طب الفم والاسنان. طب هتوصل للبوت بتاعنا ازاي؟ طريق انك تكتب في البحث طب اسنان بوت، هتبدأ بالضغط على الزرار هتظهر لك القائمة اللي فيها الداتا وطرق التواصل معانا. كمان تقدر تختار سنتك الدراسية ومنها المادة اللي عاوزها، وهتلاقي كل حاجة عنها من محاضرات وفيديوهات شرح للنظري والعملي من دكاترة متخصصين وأسئلة عليهم، وكمان امتحانات وكورسات ليهم. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم ليكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك updated لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Basic Lectures، Advanced Lectures، Live Demo، Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD Live to Give. خير الناس أنفعهم للناس. أهلا بكم معنا في النسخة الرابعة من مؤتمر Empower Your Knowledge A Free Online Dental Conference. محاضرتي الآن تحت عنوان Access Cavity، يقدمها لنا دكتور نبراس الدحاش. السلام عليكم ورحمة الله. دكاترتنا أحبائنا في كل البلاد العربية، طاب مساءكم جميعا. واليوم حاليا نتكلم على الأكسس بأبسط الطرق، وكيف نقدر ناخذوه من A to Z بأسهل وأبسط الطرق اللي ممكن أنك تشتغل بها. طبعا قبل ما نبدأ حاب أني نحيي كل الحضور الكريم، وحاب نحيي كل الناس اللي معانا في هذا البث، وحاب نحيي برضو المنظمين ما ننسوهمش برضو، لهم تحية كبيرة لهذا التنظيم وجزاهم الله كل الخير على هذه الخطوة الطيبة. ونحيي برضو كل حضورنا من كل بلادنا العربية، فتحية لكل زملائنا في ليبيا، في مصر، في السودان، في العراق، في فلسطين، في كل الأماكن العربية، لو نسينا أي مكان كذلك في الجزائر. اليوم دكاترتنا نبغوا نتكلموا في نبذة عن الأكسس وكيف نقدر نشتغل أكسس من A to Z بأبسط الطرق. نبي نشوف بس نتابع البث دكاترة هل الصوت واضح أو مش واضح مش نقدر ناخذ راحتي. أهلا، هل الصوت معانا دكاترة واضح أو مش واضح؟ بس نبي نتأكد من الصوت، هل معانا الصوت واضح أو لا؟ طبعا اليوم المحاضرة دكاترة كيف نقدر نشتغل أكسس وكيف نقدر نتجنب المشاكل اللي ممكن تصير، وفي المقابل شن هي الأدوات اللي مفروض نستخدمها في حالة بنفتح أكسس
فهي مجموعة أمور، لكن يلزمني أن يكون مركز من البداية على كل التفاصيل اللي حنحكي عليها، لأن الموضوع جدا سهل وبسيط ويحتاج فقط ترتيبة أمور. فركز معي وخليك معي من البداية للنهاية. أول حاجة حاب نبدأ بها قبل ما نبدأ في الأكسس وقبل ما نبدأ في how to doing of access cavity، نبي بس ننوه على حاجات صغيرة نستذكرها باختصار. لو جينا دكاترة تكلمنا على بعض التشريح السني الموجود، لو استذكرنا مع بعضنا ثكنس الإنامل وثكنس الدنتين وثكنس البلب تشامبر نفسها، هي حاجات مساعدة جدا لي في حالة فتحة الأكسس. فخليك معي نستذكر معك بعض الأمور. لو قلت لك دكتوري أنا محتاج أني أنا نفتح أكسس، وأنا محتاج أنك أنت تعطيني أرقام صريحة، الأرقام هذه حتساعدني جدا في الشغل. لو قلت لك كم ثكنس الإنامل، لو قلت لك ثكنس الإنامل كم يكون، لاحظ الجزء الأبيض اللي موجود الآن أمامك على الشاشة، الجزء الأبيض العلوي هذا الإنامل. لو أعطيتني رقم بعينه نقول لك دكتور أنت هنا أخطأت، لأن صارت حاجة كبيرة فيها مشكلة. الإنامل يفرق من السيرفايكل مارجن إلى منتصف السنة إلى الأوكلوزال سيرفيس، فهو من مكان لمكان فاريبل. أنا أما إنامل اللي نحكي عليه واللي يهمني الإنامل العلوي الأوكلوزال إنامل، الإنامل العلوي لك أن تحفظ هذا الرقم يا صديقي، تقريبا يساوي 2.5 ملي 2.5 ملي تقريبا. جميل، هو فاريبل من مكان لمكان، ولكن تقريبا 2.5 ملي. لو جينا نتكلم على الدنتين اللي تحتها نتكلم تقريبيا 4.5 ملي. إذا لو قلت لك من البداية للنهاية كم الإنامل والدنتين الموجود فوق البلب، حترد علي تقول لي تقريبا نتكلم على 7 ملي، 2.5 إنامل 4.5 دنتين. جميل، نحب نقول لك دكتوري أن الحجرة العصبية الموجودة أمامك تسمى بلب تشامبر، سقف الحجرة اللبية يسمى بلب الروف، قاع الحجرة اللبية وأرضية الحجرة اللبية تسمى بلب الفلور. كلام واضح وصريح وبسيط. لو جيت قلت لك دكتوري هي الحجرة اللبية أصلا الحجرة المجوفة اللي أنت الآن تشوفها كم تقريبا ملي، حترد علي تقول لي 2 ملي. إذا نعود نرتب الأمور شوية ببساطة، عندي 2 ملي ونص إنامل، 4 ملي ونص دنتين، 2 ملي حجرة مجوفة فاضية. جميل، إذا لو سألتك قلت لك دكتوري هي المسافة العلوية فوق البلب تشامبر كاملة كم ملي، حترد علي تقولي الإنامل والدنتين تقريبا 7 ملي. لو قلت لك البلب تشامبر نفسه كم ملي، حترد علي تقولي تقريبا 2 ملي. لو سألتك على الفوركيشن اريا اللي هي أسفل الحجرة اللبية كم ملي، تقريبا 3 ملي. دكتور هي الأرقام اللي الآن أنت تحكي عليها شو فائدتها، حنرد عليك. لاحظ دكتوري كل الكلام اللي أنا نحكي فيه هو كلام نظري، لكن أغلب الناس اللي تحضر في محاضراتي تعرف أن الكلام اللي نحكي فيه النظري ليه علاقة قوية جدا بالكلينيك، ما نحكوش في كلام نظري ما ليش فائدة. كل الكلام اللي احنا نحكي فيه كلام يوظف في الكلينيك. أنا قلت لك بعض المسافات حتفيدك جدا في الكلينيك، شن حتفيدني؟ أنا عرفت أن الإنامل 2 ملي ونص والدنتين 4 ملي ونص والبلب تشامبر 2 ملي والفوركيشن اريا 3 ملي، شنو يفيدني هالكلام؟ خذ معي شنو يفيدك. لو اخذت البير وانت نازل تفتح في اكسس، دكتوري نزلت البير، اول ما البير يقع في الحجره اللبيه الوقعه هذه نسمو فيها دروب، احفظ معي الاسم تسمى دروب. لو سالتك سؤال قلت لك هو من لمسه البير الاولى لعند ما البير يقع في الحجره اللبيه تقريبا كم ملي، حترد علي تقول لي المسافه 7 ملي. جميل، لو قلت لك البير كم من المسافة فاضية هو حيدخل فيها في الحجرة اللبية، حتقول لي 2 ملي. كلام جميل، باهي من هذا الكلام أنا بما أني عندي 7 ملي علوية أنا حننزل فيها باش يصير دروب. لو سألتك قلت لك دكتوري أنا في بداياتي ونشتغل وأنا مش عارف للأمانة، مش عارف أنا ماشي صح أو ماشي غلط وخايف أمانة من البرفوريشن. لو قلت لك أنا نازل بالبير في البداية جبت بريو بروب اللي هو البروب متاع البريو اللي نقيسه به المرقم WHO، جبت البريو بروب وقست المسافة من البداية، أول ما نزلت لقيت أن المسافة اللي نزلتها تقريبا 4 ملي،
انت كم مازالك باش توصل الحجره اللبيه؟ مازالك 3 ملي. لو قست المسافه لقيت نفسك نازل 5 ملي، انت كم مازالك باش توصل؟ انت مازالك 2 ملي. لو قست المسافه لقيت انك نازل 6 ملي، انت كم مازالك باش توصل؟ مازالك جاست 1 ملي. لو قست المسافه وانت نازل لقيت نفسك 6 ملي ونص، انت كم مازالك؟ انت مازالك فقط نصف ملي وحتقرع ابواب البلب تشامبر. جميل. لو انت في مسافه 7 8 ملي قست المسافه، انت وين يا صديقي؟ انت حاليا في الحجره اللبيه. لو قست المسافه لقيت روحك 9 ملي الا ربع، انت حاليا في الحجره اللبيه. لو قست المسافه لقيت روحك 9 ملي، انت اكملت وصول نهايه الحجره اللبيه. لو قست المسافه لقيت روحك 10 ملي، انت اكلت ملي من الفوكيشن اريا. لو قست المسافة لقيت روحك 11 ملي، انت اوشكت ان تصل الى نهاية الفوركيشن. لو قست المسافة لقيت روحك 12 ملي، الف مبروك البرفوريشن. ومن هذا الكلام لك ان تقيم نفسك من البداية. لو كنت طبيب في بداياتك تشتغل، طبيب حاب انك تقيم نفسك، ما فيش داعي انك تنادي اي زميل وتحكي له تقول له تعال قيم لي الشغل. ما فيش داعي انك تنادي اي شخص وتقول له هل نستمر ننزل لاسفل اور نات. ببساطة لان عندي المسافات واضحة وصريحة. انت تقيم نفسك بميني بالبيريو بروب. ففي كل ما انت نازل تقيم نفسك، هل انا فعليا وصلت للمكان ولا لا. اللي نبي نوصله من هذا التست الصغير، لما توصل لمسافة 7 8 ملي وما لقيتش قنوات، ارجوك 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 يا دكتور لا تستمر نزولا للاسفل. ارجوك حاول انك تمتد للاطراف الجانبيه مش تلقى قنواتك. نيفر انك تستمر لاسفل لانك حتصنع بيرفوريشن بسهوله. اذا هذه الطريقه الاولى دكتوري اللي نقدر ايفالويت ماي سيلف، نقدر نراقب بها نفسي وانا نشتغل اذا كنت طبيب في بداياتي. دكتور ممكن تعطينا تركه ثانيه نقدر نراقب بها نفسنا واحنا نازلين؟ عندي تركه ثانيه بسيطه، انك تراقب السي اي جي. شنو هي السي اي جي؟ هي السيمنتو انامل جانكشن. شنو هي هذه؟ هي تلاقي السيمنتوم بالإنامل. راقب السنة حتبان عليك السيمنتو إنامل جانكشن. كلام جميل. هي السي إي جي هذه شن تضاهي في السنة؟ السي إي جي هذه يمثلها خط اللتة، لأن هي ما تبانش علينا في الوضع الطبيعي. بهذه شن لنا علاقة بها؟ نبيك وانت شغال دكتوري نازل بالبر، عينك على الخط اللتة الجانبي وانت نازل. ما الغاية والغرض؟ خط اللتة الجانبي تقريبا مساوي لسقف حجرة العصب. فوانت نازل اياك يا صديقي ان تترك البير يقبع عميقا تحت خط اللتة، لانك انت ماشي الى البرفوريشن. اذا دكتوري ببساطة لما نقوله كيف تقدر تراقب نفسك، تقولي بطريقتين. الطريقة الاولى نراقب نفسي بالمليمترات. ما معنى المليمترات؟ اني نقيس المسافة كل ما انا نازل، واتفقنا على المعيار اللي احنا قلناه والارقام اللي احنا قلناها. الطريقة الثانية انك تراقب نفسك بخط اللتة السيمنتو انامل جانكشن. السيمنتو انامل جانكشن هذه تساوي سقف حجرة العصب. يعني انت لو مسموح لك انك بتنزل تحت خط اللتة، كم مسموح لك تنزل ملي؟ فقط 1 or 2 ملي جاست. اي زميل ينزل اعمق من ذلك انت دكتوري راك تسفلت وتأكل من الفوركيشن اريا وانت على ابواب البرفوريشن. اذا هذا دكتوري طريقتين بسيطات، الطريقتين هذو نقدر نراقب بهم نفسي وانا نشتغل، ويبعدوني جدا عن البيرفوريشن طول ما انا شغال. كلام جميل. لو جينا دكتوري وحكينا على اشكال الاكسس، ناوي ندخل معك في اشكال. لو قلت لك يا دكتور، طبعا معنا تقريبا 1300 طبيب على البث، تحية طيبة كبيرة لكل الحضور الكريم، ولي الشرف بوصول المتابعين لهذا العدد. تحية طيبة لكم اينما كنتم من كل قلبي. لو جينا تكلمنا على اشكال الاكسس دكاترتنا وحبينا نعرف الاشكال، لو سالتك نبي كل زميل معانا يخلي لي في التعليقات، لو قلنا شكل الاكسس للانسايسور شنو يكون شكله؟ اغلب الناس حتكتب لي تراينجل. جميل. لو جيت سالتك قلت لك شكل الاكسس لللور مولر، بعض الناس حتكتب ريكتانجل، بعض الناس حتكتب ترابيزويد، بعض الناس حتكتب تراينجل. جميل. لو جيت سالتك اكسس للبريمولر، بعض الناس حتكتب اوفال، بعض الناس حتكتب راوند. كل هذا الكلام يا صديقي كلام غير صحيح للاسف. انت وقعت.
أضحية لأكبر أكذوبة في عالم علاج الجذور، وهي أنك تحفظ أشكال أكسس. نيفر إيفر 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 أنك تحفظ شكل أكسس كما يخيل لك في الكتب. علاش يا دكتور؟ لأن ببساطة السنترال إنسايسور متاعي في الأكسس اللي فيها مش نفس السنترال إنسايسور اللي عندك، مش نفس السنترال إنسايسور متاع في ميل عمرها 40 سنة، مش نفس السنترال متاع يانج ليدي عمرها 20 سنة، مش نفس السنترال متاع أولد مان عمره 70 سنة. إذن هذا يفرق يا دكتور. إذن ما عمرك تحفظ أشكال الأكسس. الشكل دكتور اللي تشوف فيه غالبا الشكل هذا تقريبي لكن مش حقيقي. باي يا دكتور، شنو القاعدة تقول؟ القاعدة الذهبية الجولدن رول والمفتاح في الأكسس تقول، أنا حاليا نحكي على أسنان ساوند، ما نحكيش على أسنان ديكيت، يعني ما نحكيش على أسنان فيها تسوسة، نحكي على أسنان طبيعيا شادينها وناويين إن نفتحوا لها أكسس. جميل. وبعد شوية حندخل بيك لو كان في تسوس. لو جاتك سنة يوما ما وبتشتغلها أكسس، الجولدن رول والمفتاح الذهبي للأكسس هو قاعدة بسيطة جدا لا خلاف عليها في كل كتب الإندو. القاعدة تقول أن الأكسس امتاع السنة لو ناوي تفتحها، تعال شوف السنة أكلوزالي، إلقى لها نظرة بعينك من الأكلوزال سيرفس من أعلى، الشكل الأكلوزالي اللي أنت شفته خود الشكل هذا وارسم منه شكل مصغر في السنتر. That's it. بكل بساطة، لأن شكل الأكلوزال سيرفس يعطي انطباع على شكل البلبة المورفولوجي، يعطي انطباع على شكل حجرة العصب كيف شكلها. هو شكل الأكلوزال سيرفس كيف يتكون؟ يتكون نتيجة تكون حجرة العصب أثناء الخلقة. فدائما شكل حجرة العصب هو نفسه شكل الأكلوزال فيو بشكل أصغر، فهذا الأكسس. فأنت لو جيت لأي سنة ناوي تفتحها أكسس، حاول تشوف الشكل من أعلى كيف الشكل يكون. لو لقيتها متلت، تعال خذ المتلت هذا وارسمه متلت مصغر في السنتر. لو لقيتها راوندد، خذ الدائرة هذه ارسمها دائرة مصغرة في السنتر. لو لقيتها ريكتانجل مستطيل، خذ المستطيل وارسمه مصغر في السنتر. بعض الناس حتستهجن هذا الكلام وتقولي لا يا دكتور، أنا متعود نحفظ في أشكال الأكسس وحفظهم حفظا والأمور ماشية معاي زي الفل. نحطك في موقف محرج جدا، ولك أن تتخيل جاتك سنة دكتوري، السنة هذه كانت سوبر نيوموراري توث، يعني سنة زائدة والمريض بيحافظ عليها لأن عنده أسنان مخلوعة. سألتك بالله شن شكل الأكسس اللي أنت حتفتحه لو أنا بنمشي بالحفظ اللي أنت ماشي به؟ حترد علي وتقولي رغم أني دارس كويس كويس إلا أني لم ألقى في كتب الإندو شكل أكسس لسوبر نيوموراري توث. لو سألتك سؤال تاني، لو كانت عندي سنة بيج شيبد لاترال إنسايسور، لاترال إنسايسور بشكلها بيج شيبد غريبة، جميل، شن شكل الأكسس اللي فيها؟ حترد علي وتقولي للأسف دكتوري لم أقرأ هذا الكلام. لو سألتك قلت لك عندك سنة بارامولر أو ديستومولر، شن هي هذه؟ هي مولر زائدة. باهي شن شكل الأكسس فيها؟ حترد علي وتقولي unknown، ما نعرفش. علاش؟ لأنك محاول تتبع القواعد الحفظية، ولكن القواعد الصحيحة أنك تأخذ نظرة بسيطة للأكلوزال فيو، تأخذ نفس الشكل وترسم منه شكل مصغر في السنتر. وإلى الآن قاعد نحكي أن الأكسس لأسنان سليمة، وبعد شوية حندخل بيك على الحاجات الديكيد والحاجات اللي فاكرز. فهذا مبدئيا. بل لو جيت دكتور تكلمت معك في عجالة كأشكال تقريبية، لو قلت لك أنا أشوف لي شكل السنترال إنسايسور، أنا ما نحكيش كأكسس، أنا نحكي كأكلوزال سيرفس كشكل علوي، شن بانت عليك؟ تبان عليك متلت. إذا تاخذ المتلت هذا وتصنع متلت مصغر في السنتر، إذا هذا شكل الأكسس متاع السنترال. لو جينا شفنا اللاترال، قلت لك شن الشكل اللي بان عليك علويا الأكلوزال سيرفس، لأن هذه القاعدة، حترد علي وتقول لي أن الشكل العلوي اللي بان علي متلت، فناخذ المتلت ونرسم متلت مصغر في السنتر، إذا هي تراينجل. لكن السؤال يقول هل تراينجل السنترال هو نفس تراينجل اللاترال؟ لا والله. شنو الفرق؟ الفرق الأكلوزال فيو. فلو سألتك دكتوري قلت لك هو الأكسس متاع السنترال إنسايسور شن شكله؟ ما تردش علي وتقول لي تراينجل، رد علي قول لي على حسب الأكلوزال فيو ولكن غالبا تراينجل. هذا الكلام الصحيح، لان عندنا بيج شيب لاترال انسايسور شكلها دائري، انت لما بتفتح اكسس فيها حتفتح دائره مصغره في السنتر. لذلك دكتوري حاول انك تحترم الاوكلوزال فيو لانه هو الاساس.
اذا مبدئيا شكل الاكسس للانسايسر وشن شكلناه اكوردنج تو اوكلوزال فيو، ولكن نقدر نقوله غالبا تراينجل. كلام جميل. لو جينا للكيناين يا دكتور، لو جينا للكيناين وشفنا الصوره، اغلب الناس حترد علي وتقول لي هذا الشكل اوفال. نرد عليك نقول لك دكتوري في حاجه فاتت عليك، انا عندي شكل الدائره يسمى سيركل، وشكل الاوفال شكل طولي بهذا الشكل. الشكل اللي بين هذا وذاك يسمى اوفويد، شكل الكناين اوفويد. ايش معنى اوفويد؟ جاي بين الدائره، بين السيركل وما بين الاوفاليتي. اذا لو جينا قلنا شين شكل الكناين اوفويد، ولكن هل دائما الكناين تكون بهذا الشكل؟ لا، لان احنا محترمين قاعده الاوكلوزال فيو، فشكل الاكسس على شكل الاوكلوزال فيو، ولكن غالبا اوفويد. اذا يحق لنا نقول هذا الكلام. كلام جميل. لو جينا دكتور حكينا على شكل البريمولر، انا علي نفسي نشوف في شكل السنه، زي ما قلنا القاعده شكل السنه من الاوكلوزال سيرفيس شكلها اوفال، فانت تاخذ الاوفال هذا وترسم اوفال مصغر في السنتر. باي الاوفال هو وين ممتد؟ باكولينجوال الشكل. اذا ناخذ الاوفال نفسه ونرسمه باكولينجوال، اياك انك انت تصنع ميزيوديستال، لان الميزيوديستال كلاس 1. اذا شكل البريمولر according to occlusal view وغالبا شن حيكون؟ حيكون اوفال. كلام جميل. والاوفال ممتد باكولينجوال. لو وريتك يا صديقي بريمولر تانية زي هذه وقلت لك شن شكل الاكسس، حتشوف الصورة وحترد علي بتقولي برضو نفس الكلام، الاكسس متاعنا اوفال برضو. والله اوفال، والله اوفال، ولكن سألتك بالله هل هذا الاوفال يشبه هذا الاوفال؟ نيفر ايفر. باي دكتوري شنو فرق؟ اللي فرق معانا الاوكلوزال فيو لا عدد قنوات ولا عدد روتات ولا عدد جذور، اللي فرق معانا الشكل العلوي. فدائما يا صديقي لما تجيك بريمولر ممدوده باكولينجوال، اصلا هي شكلها اوكلوزال عريضه باكولينجوال، حاول انك تاخذ الاوفال مخضرم باكولينجوال. لو جاتك البريمولر ضيقه باكولينجوال constricted، حاول انك تاخذ الاوفال constricted ضيق باكولينجوال. انا قاعد نحترم في ميني في الاوكلوزال فيو لانه هو المفتاح، ولكن حنعطيك سر صغير، اغلب الابر بريمولر حتلقاها extended، اغلب اللور بريمولر حتلقاها constricted. معنى constricted ضيق الباكولينجوال، معنى extended ممدود. صديقي وانا قاعد نحكي ان هذا المدة او عدمها ما لهاش علاقة بالقنوات، يعني احنا نازلين مش نازلين ندوروا في القنوات، احنا نازلين نفتحوا في اكسس وبعد الاكسس حنشوفوا شن لقينا من قنوات. فاذا دكتوري دائما الابر بريمولر حتكون extended باكولينجوال، اللور بريمولر تكون constricted باكولينجوال. من قال هذا الكلام؟ هل قلت انا هذا الكلام؟ لا والله، اللي قال هذا الكلام هو الاوكلوزال فيو، لان لازلنا نتبع قاعده الاوكلوزال فيو. اذا دكتوري ببساطه لو رجعنا بخفه سريعه وقلنا ان الاكسس بتاع الانسايسور شن شكله؟ اكوردنج تو اوكلوزال فيو، باي غالبا شن يكون؟ تراينجل. لو جينا للكيناين شن شكل الاكسس؟ اكوردنج تو اوكلوزال فيو، شن شكله؟ غالبا اوفويد. لو جينا تكلمنا على البريمولر according to occlusal view غالبا شن تكون؟ اوفال. تفرق الابر على اللور؟ تفرق الابر على اللور. الابر غالبا extended، اللور غالبا constricted. كلام جميل وواضح وصريح. لو جينا دكتوري اكسس اللور مولر، لوح الاكسس على جنب وخليها على جنب، ونبيك مركز لي على حاجة واحدة، هو شكل السنة occlusally من اعلى، هو الشكل اللي تشوف فيه العلوي من اعلى. شنو الشكل؟ انا علي نفسي يبان علي ان هذا الشكل مستطيل، فانا حناخذ الشكل هذا وحنرسم الشكل هذا مستطيل في السنتر وننزل به. كلام جميل. اذا شكل الاكسس لللور مولر شنو يكون؟ يكون ريكتانجل مستطيل. وين مكانه؟ مكانه في السنتر. كلام جميل. باي يا دكتور في تعليق صغير حاب نضيفه، انا لو عندي قنوات، لو عندي سنترال انسايسر ولاترال انسايسر، كم اساسا فيها قناه؟ غالبا عندي فيها قناة واحدة. باي لو عندي كناين كم فيها قناة؟ غالبا قناة واحدة. باي لو عندي بريمولر كم فيها قناة؟ انا نحكي غالبا كم فيها قناة؟ اغلب البريمولر دكتوري سينجل كنال، اكسبت الكينج اوف بريمولر. من هو ملك البريمولر؟ الابر فور. الابر فور سميناه الكينج على خاطر سببين، هو الكينج اوف سيرجري
هو أكتر سنة في الجراحة تتكسر لما أنا نخلع في جذورها، جذورها ممكن تتكسر، فسميناه King of Surgery. هو King of Endodontic Kingdom، هو ملك الاندو. علاش؟ لأن الأبر فور غالبا لو تفتحه حتلقاه دائما يعطي فيك صوص قنوات. جميل. باقي البريمولر يا عزيزي، باقي البريمولر سينجل كنال. ينضوا لي ناس يصطادوا في الماء العكر ويقول يا دكتور احيانا الابر فايف تكون تو كنال. نعم، ونسبه كبيره تكون تو كنال، لكن يا دكتور يراني انا نحكي موست لايكلي، نحكي غالبا. لو جينا نتصيدوا في الماء العكر نقول لك ان اللور بريمولر ممكن تكون اصلا مولرايزد بريمولر فيها ثلاث قنوات. عمرك سمعت بهذا الكلام؟ موجود وصريح. اذا يا دكتور لو تكلمنا بالعموم، احنا حاليا نحكو بالعموم موست لايكلي البريمولر كم قناه؟ قناتين. كلام جميل، قناه واحده الا الكين قلنا اللي هي الابر فور فقناتين. باهي قناتين البريمولر يا صديقي كيف تكون؟ قناتين البريمولر لو كانت موجوده تكون بكولينجوال او بكوبلاتل. كلام جميل وواضح وبسيط. لو جينا لللور مولر، اللور مولر دكتوري كم اصلا فيها جذر؟ فيها جذرين، فيها ميزيال روت وفيها ديستال روت. بل لو تكلمنا على القنوات، القنوات كالآتي: الميزيال روت دائما يملك قنتين، الديستال روت أحيانا يملك قناة واحدة وأحيانا يملك قنتين. كلام واضح وصريح وبسيط. باهي يا دكتور السؤال يقول أوكي، لو كانت السنة بأربع قنوات أنا حنفتح الأكسس ريكتانجل مستطيل. لو كانت السنة بثلاثة قنوات شكل الاكسس شن حيكون؟ شكل الاكسس يا صديقي يكون ترابيزويد. ما معنى ترابيزويد؟ اي من جهه واسع ومن الجهه الاخرى ضيق. هذا معنى ترابيزويد. ترابيزويد بمعنى شبه منحرف. كلام جميل. نحب نعطيك نصيحه ابديه وخليها في بالك. يوم تشتغل لور مولر يا صديقي، لو كنت في بداياتك وانت بيجينر وكيف بادي تشتغل، أرجوك دائما اللور مولر أفتحها بشكل ريكتانجل مستطيل. أرجوك. شنو السبب؟ ببساطة إني خايف إني أنا حنمس كنال، يعني حنفقد كنال موجودة في الدستل. لأنك لو ما كنتش عندك خبرة ودراية، أحيانا دستل الكنال تطلع واحدة منهم والأخرى تريح منك ما تلقاهاش، يعني الأخرى مفقودة. ونحب نقول لك يا صديقي نقطة مهمة من أول السطر: لو أنك أنت راحت منك كنال، مسد كنال من أجل ملي من الدنتين أنت خايف عليه أصلا على أساس أنك تكون كونزيرفتيف، بس هو في العموم لا وجود للكونزيرفيشن في عالم علاج العصب. احنا نفتحه في أكسس ستريت لاين، أكسس أكسس حقيقي مدخل للقنوات. دكتوري حتلقى كلام موجود في الفيسبوك في السوشيال ميديا، حتلقى كلام نينجا أكسس، ثرس أكسس، أماكن فوق القنوات تفتحهم. الكلام هذا دكتوري ناس مجتهدين يشتغلوا فيه، لكن علميا إلى الآن لم يثبت هذا الكلام في أرض الواقع. فإحنا دائما نفتحه في أكسس ستريث لاين. فأنت دكتوري لما تقول لي كونزرفيشن، أنت عارف كلمة كونزرفيشن أمتى تقال؟ يقال مصطلح كونزرفيشن قبل دخول البير في البلب تشامبر. أول ما تدخل بالبير في الحجرة اللبية انتهى عصر الكونزرفيشن، الكونزرفيشن تحت الأقدام، والآن عصر قواعد اندو حقيقية. فانت حاول as much as you can انك تمد الأماكن وتعطي حيز لنفسك باش تشوف قنواتك. نرجع لموضوعي، لو راحت منك كنال في الدستل كانت مسد مفقودة، انت عارف شنو حيصير معك دكتور؟ لقيت تو كنالز ميزيل ولقيت كنال ديستل، وعندك ديستل اخرى مفقوده لانك فتحت الاكسس ترابيزويد ما فتحتهاش مستطيل، فعندك ديستل مفقوده. انت عارف السيناريو اللي حيصير شنو يصير؟ بعد اسبوع تقريبا او 10 ايام يرجع البيشن بالم. جميل. لو رجع لك بالم يا صديقي والسنه اصلا اوبتيورد، امورك تمام وقفلت سنتك وامورك فل الفل، وجاك المريض عنده سيفير شارب نايت بين، نايت بين يساوي فايتل كنال يساوي مسد كنال بكل بساطة. جميل. لو جاك المريض هذا اللي عنده نايت بين، عنده قناة مفقودة، نحب نقول لك انك بعد 10 ايام جاك المريض، عذرا يا صديقي انت مش هترجع تبحث على القناة المفقودة، عذرا عذرا، انت هترجع تصنع ريتريتمنت all of them. يس، لأن في أنستوموزينج بين القنوات،
ما ينفعش انك انت تشتغل قناة لوحدها وتخلي الباقي، لانك حترجع بريتريتمنت ليهم بالكامل. ونحب نقول لك، لما نقول لك ريتريتمنت للكل، تعرف شن يعني؟ يعني كنت تتكلم على نسبة 95% success rate، نزلتها لنسبة 65% في الريتريتمنت. علاش؟ بحجة انك مخلي ملي من الدنتين حفاظا على التوث ستراكشر، وريحت كنال، راحت منك وضاعت منك كنال. فنصيحتي، لو كنت انت من الناس البروفيشنال على طول تقدر تعرف في الدستل قناة او اثنين، لو كانت واحدة لارج وفي السنتر اذا هي كنال واحدة، اذا افتح ترابيزويد امورك الخاصة. لو كنت انت في بداياتك مش قادر تدرك ان هي كنال او قناتين، دائما افتح الاكسس متاعك ريكتانجل مستطيل لأي ضمانات بعيدا عن أي مخاوف. كلام جميل وواضح وبسيط. احنا قلنا الانسايسور تراينجل، الكناين اوفويد، البريمولر اوفال، تفرق الابر على اللور، تفرق الابر اكستندد باكولينجوال، اللور كونستركتد باكولينجوال. لو جينا للور مولر، شكل الاكسس يكون ريكتانجل او ريكتانجل. باهي الترابيزويد منه للناس البروفيشنال، انت تقيم نفسك، ايفالويت يور سيلف. كلام جميل. وانا قلت شنو؟ قلت شوف الصورة العلوية للسنة وتاخذ الاكسس تنزل بيه في السنتر. يس في السنتر. باهي دكتور، بنضيف لك حتاية صغيرة للور مولر، تركاية صغيرة. لو حاب تفتح اكسس للور مولر دكتوري، وحاب انك انت تنزل تلقى الكنالز دايركتلي مباشرة امام عينيك، خذ معي التركة هي. بدل من تاخذ الاكسس في الوسط تماما، ركز معي، خذ الاكسس بشفت بسيط ناحية الميزيال شوية وناحية البكل شوية. بدل ما كنت تنزل بيه في السنتر، حاول انك انت تاخده بشفت بسيط تقريبا ملي ميزيال نص ملي بكل، that's it، وانزل. حتلقى القنوات دايركتلي امامك. نجو نشوف الصورة هي يا دكتوري. لو جيت وريتك الصورة هذه لللور مولر على اليمين، شوف على اليمين وشوف معي اللور مولر. سألتك بالله، هل الريكتانجل المستطيل اللي تشوفيه في اللور مولر جاي في السنتر او مشفت شوية؟ حترد علي تقول لي مشفت شوية. مشفت وين يا دكتور؟ مشفت شوية ميزيال، مشفت شوية بكل. اذا كانوا اربع قنوات شكل الاكسس شن حيكون؟ حيكون ريكتانجل مستطيل. اذا كانوا ثلاثة قنوات زي ما في السيفن، شكل الاكسس شن حيكون؟ حيكون ريكتانجل مستطيل، خوفا من اني ننسى كنال في الدستل في بداياتي. اما في النهايات انت تقدر تقيم نفسك وتقدر تصنع شكل ترابيزويد if you want، لكن في البدايات نصيحتي ان كل السامعين يشتغل الاكسس ريكتانجل في كل الاماكن. والتركة صغيرة تقول وانت نازل به، خذ مشفت شوية ميزيال شوية بكل لو حاب انك تلقى القنوات دايركتلي تحتك. اغلب البرفوريشن في اللور مولر يا صديقي، تعرف وين يصير؟ اغلب البرفوريشن، ركز بكلامي، ليس فوركال برفوريشن، مش برفوريشن في الفوركيشن اريا، اغلب البرفوريشن في اللور مولر يصير لينجوال برفوريشن. علاش؟ لان لما ينزل الطبيب يحاول انه ينزل في الوسط بالضبط، فانت لما تنزل في الوسط عندك لينجوال انكلاينيشن في السنه، لما تنزل في الوسط احيانا تنزل تنوش الوول اللينجوال وتفتح فيه برفوريشن. فحاول انك تباعد عليها الموضوع بانك تاخذ الشفت البسيط اللي حكيت لك عليه، شويه ميزيال شويه بكل. كملنا كل هالكلام دكتوري فيما يتعلق باللور مولر. لو رجعنا دكتوري للابر مولر، اوكي، هي الابر مولر يا دكتور كم فيها جذر اساسا؟ عندي في الابر مولر ثلاث جذور ببساطه، عندي جذرين بكل وعندي جذر بلتل. الجذرين البكل يسموا ميزيو بكل، دستو بكل بلتل. كلام جميل وواضح وبسيط. باي لو جيت قلت لك يا دكتور، هو انا لو نبي نفتح اكسس للابر مولر كيف نقدر نفتح اكسس؟ بكل بساطة انا حنسألك سؤال، انت حاب انك تعقد الامور على نفسك ولا حاب تاخذ الامور بسيمبليفايد ميثود بطريقة بسيطة؟ هذا سؤال خيار لك. لو حاب انك انت حتعقد الامور على نفسك، حنقول لك انا الميزيو بكل كنال تحت الميزيو بكل كسر، الدستو بكل كنال تبعد ملي على الدستو بكل كسب، البلت الكنال تبعد ملي ونص على سنترال جروب. ولكن الكلام هذا معقد مش حيفيدك. باي دكتوري شنو هو الكلام المفيد؟ خذ معي تركة حلوة للأبر مولر. أول حاجة محتاجها منك يا صديقي في الأبر مولر، أول ما تشوف أبر مولر أرجوك ما تشوفش لها سنة كابوس، هي سنة جميلة جدا، نرتبولها بعض القواعد البسيطة.
أنا ما أحتاجك ديتكت الأوبليك ريج، اكتشف الأوبليك ريج بعينك. الأوبليك شن هي؟ هي ريج تقطع السنة أوبليكلي، جاي للسنة أوبليكلي، تقطع السنة كأنه بتشكل أوبليك. الشكل الأوبليك هو يسمى أوبليك ريج. أنا نبيك تكتشف الأوبليك ريج وين، وبانت عليك واضحة الأوبليك ريج دكتوري كما في السهم اللي هي هذه، هذه الأوبليك ريج. كلام جميل. محتاجك أول حاجة تديرها إنك تحط صبعك أو يدك على الأوبليك. نبي من كل زميل معانا يحط صبعه على الأوبليك ريج في الشاشة، أوكي؟ درج الأوبليك ريج، نبي الأوبليك ريج مخفية مش باين عليك، لأن الأوبليك ريج ما فيش أي حاجة تحتها ولا نفتحه في أكسس تحتها، نبقى هذه مخفية. جميل. ونبيك تشوف لي للسنة مرة أخرى ونطبق القاعدة اللي قلناها. القاعدة تقول اني انا لما بنفتح اكسس لابر مولر ندرج الاوبليك ريج اكسكلودد كانه مش موجوده، ونشوف لي باقي الشكل. باقي الشكل شن طلع عندي؟ شكل متلت. فانا اتوسط المتلت هذا ونرسم متلت مصغر في سنتر المتلت هذا بكل منتهى البساطه. اذا دكتوري اول حاجه تندار في الابر مولر شن ندير؟ ناخذ صبعي وندرج الاوبليك. درجنا الأوبليك، دائما الأوبليك يجيني دكتوري في الدستل. إذا الأكسس وين حيجيني؟ في الميزيال. بكل بساطة لا تبحث على قنوات، الأمور سهلة وبسيطة. جميل. أول ما درجت الأوبليك شن تبقى عندك؟ تبقى عندي متلت من السنة، واضح. وأن القاعدة تقول دائما الأكسس بشكل السنة، دائما الأكسس كونفايند للأوكلوزال فيو. فدائما درجنا الأوبليك قعد لي شكل متلت، نجي داخل المتلت هذا ونرسم متلت مصغر في السنتر. That's it. ومنتهي الموضوع. لو جيت وريتك يا دكتور قلت لك سمي لي القنوات اللي موجودة ثلاثة، حتقول لي بما أن هذا أوبليك إذا هذا الجهة ديستل، حتقول لي أن الجهة هذه ميزيال. بما أن هي ثلاثة جذور، جذرين بكل وجذر بلتل، إذا القناتين هذو في البكل، إذا بيز المتلت موجودة في البكل، أيبكس المتلت موجودة في البلتل. بل لو قلت لك سمي لي القنوات بما أن هذا ديستل وهذا ميزيال وهذا بكل، إذن القناة هذه تسمى ميزيو بكل، القناة هذه تسمى ديستو بكل، الكنال هذه تسمى بلت الكنال. That's it. إذن دكتوري ببساطة هيك قدرنا نتعرف على القنوات الثلاثة اللي موجودة أمامنا بكل بساطة. لو جيت وريتك سنة ثانية وقلت لك طبق لي القاعدة متاع الأبر مولر، أول حاجة حتديرها شن حتدير؟ حتغطي الأوبليك. الأوبليك واضحة وصريحة أمامك. جميل. مع عمرك تفتح أكسس وتمشي تحت الأوبليك وتدور عليه كنال، ما فيش أي شيء موجود تحت الأوبليك رج نهائي. الأوبليك رج هي نهاية السنة، إكسكلودد استثنيها. فاحنا قعدنا الشكل شنو؟ متلت. فتعال في منتصف المتلت هذا وارسم متلت مصغر ارجوك بلا تعقيد، ارجوك. جميل. ارسمنا المتلت. تو الان دكتوري عندنا المتلت، حاول تكتب لي اسماء القنوات. عندي ميزيو بكل، لان الاوبليك قلنا في الدستل، ميزيو بكل، ديستو بكل، بلتل، بيز المتلت بكل، ايبكس المتلت بلتل. الكلام والله والله بسيط، ولكن لو حبيت تعقد الامور اكثر وقلت لي ان الميزيو بكل تحت الميزيو بيزو بكل كنال، تحت الميزيو بكل كسب، والديستو بكل كنال تبعد ملي عن الديستو بكل كسب، والبلت الكنال تبعد ملي ونص على السنترال جروف، نحب نقول لك انك انت تعقد في الامور اكثر من انك تبسط فيها. حاول تاخذ الامور ببساطه. مفتاح صغير وسر صغير لكل زميل يسمع فينا الان، معانا 2000 طبيب في البت، اسمع مني سر صغير. لو حاب انك تفلح في اي مجال، لو حاب انك انت تكون سوبر هيرو، لو حاب انك تكون مختلف، ضروري تحب المجال. كيف تقدر تحبه؟ ضروري تبسط الامور، ما تعقدش الامور. كل ما تخلي الامور كومبليكيتد وفي ظنك انك انت بهذه الطريقة تصنع في شغل خرافي، انت تعقد في نفسك. كل ما تخلي الامور بسيطة، كل ما تحب الامور اكثر، كل ما تحس نفسك حتبدع اكثر. اذا هذه دكتوري قاعدة الابر مولر لو حاب نشتغل اكسس. نرجع دكتوري في ريفرشمنت صغير على اللي فات. لو جينا قلنا شكل الاكسس في الانسايسور تراينجل، في الكناين اوفويد، في البريمولر اوفال تفرق، الابر على اللور تفرق. الابر قلنا اكستندد باكولينجوال، اللور كونستريكتد باكولينجوال. من قال هالكلام؟ مش انا قلته، اللي قال الاوكلوزال فيو. لو جينا قلنا شكل الاكسس
في اللور مولر دائما ريكتانجل مستطيل. لو انت من الناس اللي تشتغل باحترافية لما تلقى سنجل كانال في الدستل تقدر تفتح ترابيزويدك، لو بتسمع نصيحتي دائما ريكتانجل خوفا من المسد كانال. وقلنا تركة تانية في اللور مولر، لما بتفتح الشكل هذا وين حتفتحها؟ هل حتفتحها في السنتر ولا في تركة صغيرة؟ التركة تقول ناخد بشفت بسيط، الشفت ميزيل شوية بكل شوية وانتهى الموضوع. لو جينا للأبر مولر أول حاجة تديرها اكتشف الأوبليك ريج وين موجودة، لقيناها درج الأوبليك ريج اكسكلودد، هذه تركة الأبر مولر درجناها. الشكل المتبقي شن شكلنا؟ تراينجل. لو كانت تراينجل كبير ارسم متلت فيه داخل كبير، لو كانت سيفن تراينجل صغير ارسم تراينجل مصغر بناء على السنة اللي أمامك، أرجوك لا تحفظ. جميل، كملنا كل هالكلام دكتوري وتو دكتور ناويين ان احنا ندخلوا how to doing of access cavity، كيف نقدر نفتح الاكسس and how to doing. اوكي، لو ناوي تفتح الاكسس البر الوحيد اللي نبدو به في البداية هو الراوند بر بلا خلاف. كلام جميل، الراوند بر يفرق معاي ما اذا كان كربايد ولا ما اذا كان دايموند، والله لا يفرق امانة. الهاي سبيد اغلب البيرات دايموند بير، ولكن حتى لو كان كربايد موجود الكربايد هاي سبيد not big problem ولا اي حاجة. اللي يفرق معاي شنو؟ حجم الراوند بير. فركز معي، انا لو بنبدأ في بوستيريور تيث دائما نختار راوند بير حجمه حجم كبير نسمه فيه سايز نمبر فور. السايز نمبر فور هذا يا صديقي هو البير اللي يفتح في الاكسس في البوستيريور تيث. لما نحكي بوستيريور نحكي بريمولر ان مولر. جميل، جبنا الراوند بير سايز نمبر 4، باي ما لقيتش السايز نمبر 4 ما لقيتش الرقم مكتوب عليه خذ الراوند بير الكبير. كلام جميل، نقطة مهمة جدا جدا. لو سألت كل الحضور الآن وقلت لهم دكتوري أنا عندي سنة ساوند ناوي نفتح لها أكسس وناوي ننزل بالراوند بير، وقلت لك دكتور الراوند بير اللي ناوي ننزل به وين ننزل به بالضبط في أي مكان، أغلب الحضور حيرد علي ويقول لي حننزل بالراوند بير من السنتر. نحب نقول لك ان هذه اكبر غلطه تشتغل بها، نيفر ايفر 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 يا صديقي انك تاخذ الراوند بير تنزل به في نقطه. فدائما نحاول احنا ان من البدايه نرسم الشكل بالكامل واحنا من الاعلى، نرسم الشكل كامل نوضح المعالم وننزل بالشكل كامل تدريجيا. اذا النزله المفتاح هنا يقول ان النزله اريا وليس بوينتد. علاش يا دكتور؟ شو استفدنا؟ حنرد عليك. لو نزلت بالراوند بير في نقطه ودرت دروب وبعد تالي نويت انك توسع، عندك حاجه ممكن تصير. انت وانت نازل تراقب في نفسك او ما تراقبش في نفسك؟ مفروض تراقب نفسك. تراقب نفسك على اي اساس؟ يا اما تراقب المليمترات اللي نزلها، يا اما تراقب في نهايه الراوند بير وين واصل وتشوف من برا في اللثة وين، لأنك أنت عارف أن نهايتك على مستوى اللثة. لما أنت تكون نازل في نقطة يا صديقي أنت أحياناً التب متاع البير من الأمام ما تشوفش فيها أصلاً، فأنت أحياناً تنزل وتصنع دروب تسقط في حجرة العصب وتزيد تكمل وتصنع بيرفوريشن في الفوركيشن أريا وتزيد تكمل وتضرب الانترسبت البون وتزيد تكمل وانت لا تدري. علاش؟ لان نهاية الراوند بير مش باين عليك، مفيش فيجن. جميل، النقطة الثانية وانت نازل بالراوند بير في نقطة، احنا دائما الراوند بير لما ننزلوا به دائما نحسوا بالدروب. مفروض الدروب شن هي؟ هي سقوط البير في حجرة العصب في الحجرة اللبية. الدروب هذه نازل بالراوند بير نازل نازل نازل، في لحظة معينة البير يفقد المقاومة هوب ويطيح في الحجرة. الطيحة هي تسمى دروب. لما انت نازل بأريا الطيحة هذه تكون محسوسة، النزلة في الحجرة السقوط في الحجرة يكون محسوس. لكن لما نازل في نقطة لان فريكشن من الدنتين صاير، ما معنى فريكشن؟ اي ضغط من الدنتين حوالينك، لما تنزل في نقطة تتحصل على دروب وتتحصل على بيرفوريشن وتنزل في البون وانت احيانا فاقد الاحساس. فدائما ارجوك يا صديقي في البوستيريور تيث، أنا في بريمولر ولا قبل ما نشتغل ما ننزلش في نقطة، نرسم الشكل أوفال من البداية وننزل. لو كنت نشتغل في بريمولر
لو نشتغل في مولر، المولر هذه شين كانت؟ كانت مثلا لور مولر ريكتانجل. يعني من البداية ناخذ الراوند بر ونرسم الشكل ريكتانجل من أعلى وننزل من البداية، ما ننزلش الراوند بر في نقطة ونوسع، لا وسع من البداية من فوق وانزل بيه كامل. علاش؟ باش تقوي أحاسيسك وتراقب نفسك وتعرف أنت وين ماشي. كلام جميل. انزلنا بالراوند بير يا صديقي، واحنا نازلين بالراوند بير انا محتاجك تراقب نفسك بحاجتين. الحاجه الاولى، يا اما تراقب نفسك بالمليمترات، كل شويه تطلع بالراوند بير وتجيب البريو بروب تحطه في المكان وتراقب كم انت نزلت ملي، لان احنا اخذنا البدايه المفتاح في قصه المراقبه هذه. يا اما وانت نازل بالراوند بير عينيك على الراوند بير وعلى اللثه، إياك أن تدع الراوند بير ينزل ويقبع تحت اللثة، لأن لو نزل تحت اللثة معناها أنت ماشي ناحية الفوركيشن أريا وحتصنع بيرفوريشن. إذا وإحنا نازلين evaluate yourself، حاول تراقب نفسك as much as you can. كلام جميل. نزلنا بالراوند بير، أمتى وظيفة الراوند بير تنتهي؟ فورة سقوط الراوند بير في الحجرة اللبية، الوقعة هذه تسمى دروب. شكرا، انتهت وظيفة الراوند بير. فور وقوع الراوند بير في الحجرة اللبية انتهت الوظيفة. هذا البير لا يملك التأشيرة لدخول حجرة العصب لأنه هو بير مدمر في الأرض. كلام جميل. بقى من هو البير اللي ينوب عليه؟ أول ما تفتح مدخل للحجرة، المدخل هذا تجيب بير آخر ينوب على الراوند بير. البير هذا يملك جواز السفر الدبلوماسي اللي يدخل هذا البير في الحجرة اللبية، لأنه هو يعتبر بير دبلوماسي، بير ما يعملش أي أضرار ولا أي شغب داخل المكان. البير هذا يا صديقي يسمى إندوزي. أوكي، الإندوزي هذا شنو هو؟ هذا بير من تحت سيف إند، فأنت مسموح لك أنك تدخل به في الحجرة اللبية، وأول ما تدخل به في الحجرة اللبية تحطه وين بالضبط؟ تحطه في مكان الدروب اللي عملها لك مني، اللي صنعها لك الراوند بير. أول ما تحطه في مكان الدروب، الآن هل نسند به لأسفل أو ما نسندش؟ أي نعم، اسند لأسفل. علاش؟ لأنه من تحت نون كاتد، ما يأكلش، فهو كل ما يأكل من وين؟ من الجدران الجانبية، هو lateral cutting. فأنت تحطه في المكان وتمشي جانبياً، المشية الجانبية هذه ترسم فيها الأوتلاين. كل ما انت تمشي جانبيا، كل ما هو يحاول ان هو يزيل من السقف الموجود. فانت اول ما حطيت الراوند بير حصلت دروب، حول الراوند بير، جيب مكانه الاندوزي، حط الاندوزي في مكان الدروب هذه وحاول تمشي جانبيا. المشية الجانبية هذه يا صديقي تسمى دي روفينج. ما معنى دي روفينج؟ اي ازالة سقف حجرة العصب. كلام جميل. باي يا دكتور، لو أنا كنت لا أملك هذا البير الإندوزي، ما الحل البديل؟ بكل بساطة يا صديقي، حلك البديل اللونج تيبرد راوند إند، بير الكراون العادي. هذا البديل على مني؟ على الإندوزي. ولكن للأسف أن هذا البير غير آمن، فلو جبت اللونج تيبرد راوند إند أرجوك ما تضغطش به على الأرضية، لأن البير هذا ممكن أن يصنع بيرفوريشن. بينما لو جبت الإندوزي مسموح لك أنك تضغط، لأن البير هذا لا يأكل إلا من الأطراف، فهو حيصنع لك دي روفينج، حيزيل كل السقف الموجود ويخلي لك الاكسس ستريت لاين. كلام جميل. سؤال مهم جدا، هل ممكن ان الاندوزي يصنع بيرفوريشن؟ طبعا ممكن. كلام غريب شويه لكن حنترجم لك. امتى الاندوزي ممكن يصنع بيرفوريشن؟ لو حطيت الاندوزي في مكان وحطيته في المكان وقعدت تترنح بالاندوزي ذهابا وايابا بميول، فور ميول الاندوزي من اسفل، هو لا ياكل، ولكن فور ميوله اللاترال سايد متاعه ممكن ان هي تلمس الارضيه وتصنع لك بيرفوريشن. فارجوك لو اشتغلت بالاندوزي، خلي الاندوزي واقف كما هو وامشي به وهو واقف ذهابا وايابا، ما تميلش الاندوزي لاي مكان، لان لو ميلته ممكن ان هو يصنع بيرفوريشن. كلام جميل وبسيط. إذا دكتوري توا مبدئيا الدخلة براوند بير، أول ما حصلنا دروب، كيف نعرف الدروب؟ يا إما المقاومة تخف منك، تحس إن البير وقع في مكان مجوف، يا إما تشوف نقطة بليدنج طلعت. أول ما تشوف نقطة بليدنج على طول غير الراوند بير وجيب الإندوزي وحطه في مكان، المكان هذا مكان الدروب، وامشي به جانبيا وارسم الأوتلاين. فهو شن حيدير؟ حيزيل كل السقف الموجود. العملية هذه تسمى دي روفينج. كلام جميل.
ما معنى دي روفينج؟ إزالة الروف. ما معنى الروف؟ إزالة سقف حجرة العصب. آسف للترجمة، لأن معنا زملاء من كل البلدان العربية في اللي يدرس بالفرنسي، فمحتاجين ندو نتكلموا بالعربي. ماشي جميل. لو كنت لا أملك الإندوزي خياري مني دكتوري، خياري اللونج تابر دراوند إندي اللي هو بيرلي كراون. لكن في الإندو دكاترتنا ببساطة لما نتكلموا نبو نصفه بيرلي كراون، ما نقولوش لونج تابر دراوند إند. هي العائلة هذه كلها، العائلة الملساء، نسموا في العائلة هذه ستونز. ما معنى ستونز؟ أي البيرات الملساء. فاني لو قلت لك خياري في الدروب براوند بير بينما خياري في إزالة السقف في الدي روفينج، يا إما إندوزي يا إما ستون. أنا علي أما ستون نتكلم، أنا نتكلم على اللونج تابر دراوند إند، فنترجمه فيه بمسمى ستون داخل العيادة. كلام جميل. السؤال الآن يقول لو جتني سنة زي هذه وأنا فتحتها أكسس، وأنا حاليا نقرأ في التعليقات دكاترتنا ونبي تعليق من الكل. لو جتني سنة زي هذه وأنا حاليا ركز معي فتحت أكسس، نبي الآن نعرف التقييم، هل الأكسس اللي أنا فتحته الآن كافي أو مازال محتاج أني أنا نوسع إلى الأطراف؟ ولو كنت محتاج نوسع نبي نعرف أي جهة تحتاج دي روفينج وتوسيع جانبي. نبي من الكل يعلق لي في التعليقات حسب وجهة نظرك، هل الأكسس جميل أو يحتاج توسيعة؟ نبي من الكل تقييم الأكسس، لأني حنعلق عليه هذا الكلام. هل نوسع جانبيا أو الأكسس يكفي؟ ولو حسيت إن مكان يحتاج توسيع دلني على هذا المكان. ونقرأ حاليا في التعليقات متاع الحضور. أوكي، نبي تعليق سريع من الكل. أوكي، نبي تعليق سريع من الحضور. أوكي أوكي، جميل 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 جميل. للأسف يا صديقي وقعت في الفخ اللي أنا حبيتك إنك توقع فيه، وهذا فخ كبير حتتفكره من هذا الموقف اللي أنا الآن وقعتك فيه. نيفر إيفر يا صديقي إنك تقيم أكسس بالنيكد آي، لا تتهور أرجوك. تقييمة الأكسس الوحيدة ليس برؤية القنوات، تقييمة الأكسس الوحيدة دكتوري ليس برؤية كنال بعدمها. تقييم الأكسس الوحيد إنك أنت تمسك بروب وتاخذ البروب تنزل لأسفل الحجرة اللبية وتطلع البروب بالبروب من أسفل إلى أعلى. لو البروب طلع معاك سموث إذا هذا المكان ستريت لاين أكسس. لو البروب طلع معاك كاتش في مكان الكاتش هذا دكتوري، أعرف أن المكان هذا يسمى أندر أكسس، يعني المكان هذا يملك سقف موجود لم يزال. إذن التقييم دكتوري مش بعيني، لأن ما فيش عين ولا لوب ولا ميكروسكوب توريك السقف اللي موجود متبقي. نوريك مثال. شوف معاي دكتوري اللب متاع الدنتين هذه الموجودة، الجزء النوتش من الدنتين هذا الموجود، هذا شن هو؟ هذا بقايا من سقف حجرة العصب. سألتك بالعظيم هل البقايا هذه ممكن بعينك من أعلى ممكن تشوفها وتعرفها؟ مستحيل، رغم أن الكنال باين عليك. بيمنوا المعيار يا دكتور، المعيار انك تاخذ بروب تنزل لأسفل وتطلع بالبروب لأعلى. لو البروب كاتش معاك معناها المكان هذا أندر أكسس. باي الأندر أكسس شن عيبة؟ بكل بساطة الأندر أكسس يا صديقي لما تدخل فايلاتك، فايلاتك تدخل مضغوطة في لاترال فورس علوية، ودائما أي لاترال فورس علوية يضاهيها لاترال فورس سفلية، فأنت بالتالي الفايل من أسفل يخطئ المسار وممكن انه هو يصنع لك ليج او يصنع لك ترانسبورتيشن او ثقب جانبي. فارجوك لا تستعجل، اول ما تشوف القنوات بعينك تدخل بالفايلات، ارجوك لا تستعجل الا ما تقيم الاكسس. جميل. باي الاكسس هذا اوصفه لي، الاكسس هذا يسمى اندر اكسس. باي شن حله؟ حله اني نرجع بالاندوزي ولا بستون ونوسع المكان هذا شويه لعندما نتحصل على اكسس ستريت لاين اكسس. جميل. شنو الغاية والغرض؟ الغاية والغرض أن فايلاتي تدخل بكامل الأريحية، ما فيهاش أي مشاكل ولا أي مقاومة. كلام جميل. إذن دكتوري من هنا لو قلت لك شنو هو الشكل اللي احنا نحبه نتحصل عليه، هو شكل يسمى straight line axis. شنو هو الشكل اللي احنا نحبه نبعده عليه، هو شكل يسمى under axis. ونحب نضيف لك يا صديقي ما فيش أي معيار آخر إلا البروب ممكن يكتشف لك هل الأكسس هذا أندر ولا ستريت، والله ولا أي معيار تاني. باي دكتوري شن رأيك في معيار إني نحط الفايل داخل الكنال؟
ونشوف. لو أن الفايل طلعها معاي ستريث إذن الأكسس هذا ستريث، لو أن الفايل طلعها معاي كيرفت إذن الأكسس هذا أندر أكسس. للأسف الطريقة هذه طريقة خاطئة. علاش؟ لأن أحيانا نحط الفايل والفايل يطلع كيرفت وهو الأكسس أصلا ستريث. علاش الفايل طلع كيرفت؟ ببساطة لأن الكنال هي أصلا كيرفت. فدكتوري أرجوك لا تقيم الأكسس لا بالفايلات ولا بالنيكد آي، إنما قيم الأكسس أرجوك بمنوب البروب. حاول إنك أنت تمشي على كل الجدران وتشوف أي مكان حسيت أن البروب بيكتش فيه، يعني حاول إنه يمسك فيه، أو في الريجولاريتي يعني في تعرج في هذا الجدار، حاول إنك أنت تكشط من هذا الجدار وزيد توسع شوية. إذن هذا المعيار لفتحة الأكسس، وقلنا الأوبتيموم أكسس اللي احنا نتمنوه يكون ستريت لاين أكسس. لو كنت من الناس اللي تشتغل في البداية وصنعت الأكسس بدل من ستريت لاين صنعته سلايتلي فليرد اتس اوكي، ولكن الأندر أكسس ممنوع. اتفقنا؟ كملنا الأكسس دكاترة في البوستيريور تيس. لو تعال معي دكتوري نتكلم على الأكسس في الأنتيريور تيس. جميل. أول حاجة يا دكتور لو جينا تكلمنا على الأكسس في الأنتيريور تيس وحبينا نسأله، هو الاكسس في الانتيريور تيس ناخده فيه من البالاتال واللينجوال او من الليبيال؟ الكل حيرد علي حيقول لي دكتوري حناخده من البالاتال او من اللينجوال. كلام جميل. لو سالتك سؤال تاني وقلت لك هو الاكسس في الانتيريور تيس وين المكان بالضبط من اللينجوال اللي انا ندخل فيه، حترد علي وتقول لي ندخل فوق السنجلوم. اياك ان تذكر كلمه سنجلوم في انتيريور تيس. علاش؟ لأن السنجلوم دكتوري variable من سنة لأخرى. عندي سنجلوم في سنة معينة قريب من اللتة، سنجلوم آخر أعلى شوية، سنجلوم ثاني راكب لللينجوا الفصة. إذن ما عمرك تحط السنجلوم كمعيار. بيشنو المعيار؟ المعيار أني أنا ناخذ 3 أثلاث طولية و3 أثلاث عرضية في السنة، ونجيب في المنتصف بالضبط في نقطة المنتصف، النقطة هذه تسمى المد. مد هذا مكان الدخلة، مكان الدخلة اتفقنا فيه. باي بعدين مكان الدخلة المد مد. باي بعدين يا دكتور بعد تالي نبي توه مكان البير. البير دكتوري اللي بتبدأ به هنا عندك قواعد صغيرة تقول ان البير اللي بنبدأ به في الانتيريور تيث راوند بير سايز نمبر 2 مش سايز نمبر 4 زي ما كنا نحكو في البوستيريور، يعني راوند بير صغير. القاعدة الثانية في الانتيريور تقول ان الراوند بير اللي ناوي ننزل به الراوند بير يكون، ركز معاي، وانت نازل ما تنزلش في اريا، يعني ما ترسمش المثلث اللي انت ناوي ترسمه من البدايه. لان احنا في الانتيرو تيس ننزلوا بوينتد في نقطه. علاش؟ لان السنه لا تستحمل اني انا ناخذ ونرسم ونوسع، فاني ننزل في نقطه وبعدين نوسع، عكس البوستيريور. البوستيريور دائما ننزل في اريا من البدايه تجنبا لاي مشاكل، ولكن الانتيريور تيث واسفه ان النزله عندنا بوينتد. اذا هم فرقين، الفرق الاول ان الراوند بير سايز نمبر 2، الفرق الثاني ان النزله متاعي بوينتد. كلام جميل واضح وصريح. لو جينا ناويين ننزلوا بالراوند بير، هو الدايركشن اللي بننزل بيه بالراوند بير كيف يكون؟ الدايركشن دكتوري تنزل بشكل عمودي ب 90 درجه. يردوا علي بعض الزملاء يقولوا لي دكتور الشكل اللي انت ترسم فيه الان هذا مش شكل عمودي، هذا شكل 45 درجة. نقول لك يا دكتور راهو الشكل العمودي اللي انا نحكي عليه، نحكي على اللينجوال سيرفس، نبي الراوند بير عمودي على اللينجوال سيرفس، يصنع زاوية 90 درجة على اللينجوال سيرفس. كلام جميل وواضح وصريح. جميل، خذينا الراوند بير وناويين ننزله. بقى يا دكتور لو نزلنا هذا الراوند بير ونزلنا انزلنا بهذا الشكل ونزلنا، لو كملنا حننزلوا لابيال بيرفوريشن. باي ما الحل؟ انا محتاجك تنزل بالراوند بير لعند ما البول كرة الراوند بير تختفي داخل الانامل. اول ما تختفي كرة الراوند بير داخل الانامل ارجوك قف مباشرة وغير دايركشن البير من 90 درجة الى بير ستريث. اول ما الراوند بير الدائره متاعها تختفي داخل الانامل غير الزاويه. هذا الراوند بير نازل به، اول ما الراوند بير يختفي داخل الانامل غير الزاويه من بريبنديكولر الى سيمي ستريث وانزل به وهو واقف. كلام جميل. اذا هذه الدخله الاولى.
باي بعد تالي اول ما الدائره تختفي مني داخل الانامل نخلي البير واقف على راسه سيمي ستريت. جميل. باي لما يكون سيمي ستريت يا صديقي ننزل بيه لوين؟ تنزل بيه وتراقب في خط اللته. اول ما الراوند بير يوصل لخط اللته الف مبروك، انت وصلت لحجره العصب، انتهت وظيفه الراوند بير. شن حتمشي تجيب؟ حتمشي تجيب بدل الراوند بير حتمشي تجيب اندوزي ولا ستون، حتحطه في المكان. اول ما تنزله في المكان وهو واقف ستريت توتس حاجه بسيطه لعند ما تتحصل على اكسس ستريت لاين. كيف تعرف؟ ارجوك مش مجرد ما تشوف الكنال تتوقع انك اكملت يا دكتور، لان احيانا الفايل متاعك يدخل في الكنال ولكن الكنال مضغوطة، الاكسس متاعك اندر اكسس. كيف تقيمها؟ تاخذ البروب متاعك تمشي على الجدار الليبيال وتسحب. لو ان الجدار كاتش معك اذا عندك ريمننت بقايا من الدنتين من السقف موجود فضروري تحوله. تمشي لللينجوال سيرفيس وتسحب. لو ان كاتش معك اذا عندك بقايا موجوده ضروري تزال. انا نبي شكل يطلع لي بهذا الشكل زي ما في الصوره هذه، يعني ما فيش اي بقايا من الجدار هذا ولا بقايا من الجدار. هل هذا نقدر نعرفه بعيني؟ مستحيل. كيف تقدر تعرفه؟ بالبروب. تاخذ البروب وتجيبه هنا وتمشي بيه على الجدار كامل، وتاخذ البروب تمشي بيه هنا على الجدار كامل وتسحب. اذا دكتوري بكل بساطه بوستيريور تيث في عجاله، لو ناوي نفتح اكسس لبوستيريور تيث انا مجملا بادي براوند بير كبير سايز نمبر 4 النزله اريا مش بوينت نفس الشكل متاع الاوكلوزال سيرفيس انا نازل به في البوستيريور، نراقب في نفسي بحاجه ثانيه اما بالمليمترات يا اما بالسيمنتو انامل جنكشن. فور وصولي للسيمنتو انامل جنكشن يو هاف تو دروب، حصلت دروب. اول ما تحصل دروب تغير الراوند بير بمني باندوزي ولا ستون، تحطه في مكان الدروب وتوسع. ارجوك ما تصنعش دروب هنا ودروب هنا ودروب هنا ودروب هنا، لان بعض الزملاء شنو يدير؟ يصنع في ثقب في الحجره من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وهو معتقد انه هو لقى قنوات. لا يا صديقي، انت صنعت اربع دروب فهذه ممنوعه ومحظوره. اول ما تحصل دروب واحد حط فيه الاندوزي وحاول تتحرك، حيزيل لك كل السقف الموجود لان ما ياكلش من اسفل ياكل من الجدران. كيف تعرف انك انتهيت؟ تاخذ ال 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 البروب بتاعك تشيك على جدرانك، كل جدار تشيك عليه لو ان طلع سموث ستريت لاين اكسس، لو ان طلع اي كاتش اذا هو اندر اكسس محتاج توسيع. بوستيريور تيث، لو تكلمنا على الانتيريور تيث يا صديقي، الانتيريور تيث في عجاله. اولا الراوند بير سايز نمبر 2 نازلين في بوينت مش اريا، واحنا نازلين بزاويه عموديه على اللينجوال سيرفيس. اول ما تتدرج البول الكره متاع الراوند بير نعدل الدايركشن متاع الراوند بير نخليه ستريت وننزل ونراقب نفسي. اول ما نوصل مستوى اللته حصلت دروب نغير الراوند بير باندوزي نحطه في المكان نوسع شويه لعند ما نحصل ستريت لاين اكسس ونقول كملت. تعال معي دكتوري، ناوي الان اني نعطيك بعض التقييمات البسيطه. انا من وجهه نظري اني برايي الكل في الاكسس هذا الايمن والايسر انا حنعطيك اربع خيارات. الاكسس الايسر انا حنعطيك خيارات ومحتاج منك تقييم في التعليقات. الاكسس الايسر هل تشوف انه هو اكسلنت يعني ممتاز جدا ولا جود يعني مقبول يعني جميل ولا اكسبتد مقبول ولا باد؟ انا نحكي على الايسر، الايسر في الشاشه امامك. اوكي قيم لي الوضع بسرعه. الاكسس الايسر قيم لي الوضع بسرعه، هل هو اكسلنت ولا هل هو جود ولا هل هو اكسبتد ولا هل هو باد؟ قيم لي الوضع بسرعه للاكسس الايسر في الشاشه امامك كويكلي. اوكي اوكي محتاج تقييم بسرعه دكاتره. ممتاز جميل دكتور ايمن ياسين، جميل دكتور عمر، اوكي جود، جميل دكتور محمد، حلو 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 حلو، اوكي اكسلنت حلو. اغلب التعليقات ما بين الاكسلنت ما بين الجود، كلام جميل. خلي الاكسس الايسر على الشمال، خليه على جنب وتعال معي للاكسس الايمن. محتاج تقييمه للايمن، هل الاكسس الايمن يمين عينك هل هو اكسلنت ولا جود ولا اكسبتد ولا باد؟ وحنبهك على حاجه مهمه حتفيدك. قيم لي الاكسس الايمن بسرعه. الايمن هل هو اكسلنت ولا جود ولا اكسبتد ولا باد؟ اوكي
اوكي تقريبيا يعني تقريبيا حسب ما تشوفوا الاكسس الايمن مش الايسر، الاكسس الايمن اوكي تمام. دكتوري بكل بساطه لو جينا نقيمه في الاكسس، في بعض الناس مقيمين الاكسس الايمن اكسبتد، نحب نرد عليكم بحاجه صغيره. هل تعلم ان الاكسس الايمن يدل على بروفيشناليتي الطبيب اكثر من الايسر؟ تعرف علاش انا نقيم الاكسس الايمن اكسلنت اكسس؟ شنو السبب؟ السبب انك انت خلي الاكسس على جنب وحاول تشوف السنه، شوف الاوكلوزال فيو، القاعده الذهبيه الاولى اللي قلناها، شوف السنه، حتلقى ان الاوكلوزال فيو بتاع السنه كيرفد. فالطبيب لانه هو طبيب محترف، لان الطبيب عارف القواعد، اصنع الاكسس كيرفد كما الاوكلوزال فيو تماما. لو جبنا طبيب مبتدئ ما يعرفش شن حيصنع، حيصنع اكسس ستريث لانه هو حافظ ذكي، بينما هذا صنع الاكسس كيرفد، الكيرف هي اللي صنعها، لقي القنوات تحتها دايركتلي. هل صنعها بمزاجه؟ لا، صنعها لان محترم قاعده الاوكلوزال فيو. جميل. الاكسس الايسر امانه جميل جدا برضو، ولكن اللي لفت انتباهي منه الاكسس الايمن، لأن الأكسس الأيمن بكل بساطة ماشي مع الأوكلوز الأناتومي، فهذه مش حيشتغلها إلا طبيب محترف يعرف القواعد الأساسية. فبكل بساطة دكتوري اللي محتاجة من هذا السلايد بنوضحه لك، إنك يوم تشتغل تلقى بريمولر تحتوي على كيرف عظيم يمينا، اشتغل بأكسس كيرف عظيم يمينا. لما تلقى بريمولر تحتوي على كيرف عظيم شمالا، اشتغل بأكسس بكيرف عظيم شمالا. لما تلقى بريمولر فيها دبل كيرف يمينا وشمالا، اشتغل أكسس يمينا وشمالا. لما تلقى انسايزر دائرية، اصنع الأكسس دائري. لما تلقى انسايزر شكلها مربع، اصنع الأكسس مربع. اي نعم هو مش موجود للمبالغة، ولكن احنا نحترم في قاعدة الأوكلوزال فيو. اذا هذا اللي حبيت نوصله من هذا السلايد. لو جينا دكتوري حاليا بنطلع من موضوع الاكسس كيف الديرة، نبي نهرب بيك لموضوع صغير وبسيط يساعدك جدا اثناء الشغل، اللي هو الاكسس ليميتس. دكاترتنا شن تعرف على الاكسس ليميتس؟ الاكسس ليميتس ببساطة هي اماكن محظورة مش مسموح لك وانت تشتغل انك انت تنتهكها او تلمسها بالبير. الاكسس ليميتس احفظوا معاي، الاكسس ليميتس من المحرمات ومن الاماكن المحظورة اللي ممنوع علينا كاطباء اننا نلمسوها بالبير لو كانت ساوند. ما هذه الاماكن المحظورة؟ بكل بساطة انا عندي اماكن محظورة في بريمولر، وعندي اماكن محظورة في لور مولر، وعندي اماكن محظورة في ابر مولر. لو تكلمنا على البريمولر، المكانين المحظورين اللي فيه البريمولر الميزيال اند ديستال مارجينال ريدج. يعني لو شفت الصورة ضروري على الاقل الميزيال مارجينال ريدج ملي ونص الى 2 ملي يمينا، ملي ونص الى 2 ملي شمالا. يعني الميزيال والديستال المفروض نحافظوا عليه 2 ملي 2 ملي محظور اني نلمسه بالبر. البكل واللينجوال سيرفيس يا صديقي حتى لو ما عجبك شكله ونويت انك تاكل منه لا ضير، وما فيش اي شخص يقدر يلومك. علاش؟ لان قوة السنة مرتكزة وين؟ على الاطراف. قوة السنة مرتكزة على المارجينال ريدج. فانا محتاجك كل ما تفتح في الاكسس مركز وحاط الحد هذا نصب عينيك، وانت تشتغل حاول تشوف للحد يمينا وشمالا. ونحب نقول لك نقطة مهمة، لو يوما ما انتهكت الحد والحد وقع أقل من ملي ونص يا صديقي، نحب نقول لك أن هذا الحد لا يستحمل أن يبقى، وافتح هذا الحد open the class 2، لأن هذا المكان undermined، لا يستحمل أنك أنت تحط حشوة ويستحمل بقاء الحشوة. فهو بعد فترة وجيزة حينكسر منك وحتلقى نفسك داخل في ليكج وفي جاب أنت في غنى عنه. فبكل بساطة أي حد قل تحت الملي ونص أرجوك open the class 2 وعبي المكان بحشوة. لكن من البداية حط في بالك انك انت تحاول تحافظ على حد قدر الامكان، وانا نحكي على حد جنو، نحكي على حد ساوند. اذا هذا دكتوري فيما يتعلق بحدود البريمولر. ما هي حدود البريمولر؟ ميزيال and distal marginal ridge. كلام جميل. لو جينا يا دكتور قلنا لو احنا يوما ما انتهكنا الحد، لو يوما ما انتهكنا الحد شنو المفروض نديره؟ مفروض نفتح الحد هذا الكلاس 2. اتفقنا
السؤال يقول بلون انتهكت الحد، نحب نقول لك انك حتبكي دما على 50% من قوة السنة ضاعت منك عبثا بانتهاكك لأحد الحدود. جميل، إذا هذه الحدود المحظورة للبريمولر. لو جينا تكلمنا على اللور مولر، أنا دكتوري عندي حدين لللور مولر برضو محظورة. اللور مولر يا صديقي حديها ميزيال مارجينال ريدج ديستال مارجينال ريدج على الأقل 1.5 مللي يمينا 1.5 مللي شمالا مينيموم، لو كان أكثر من ذلك لا ضير، ولكن مينيموم 1.5 مللي يمينا 1.5 مللي شمالا. ونحب نقول لك لو وقع منك الحد أقل من 1.5 مللي أرجوك أوبند كلاس 2، لأن هذا الحد لا يستحمل أن يبقى. ونحب نقول لك أنك ضحيت ب50% من قوة السنة عبثا ضاعت هباء منثورة. كلام جميل. سؤال تاني نرد عليك بخصوص اللور مولر، هو يا دكتور اللور مولر أكثر حد محظور دائما أغلب الأطباء يقعوا ضحية وينتهكوا فيه؟ عن نفسي دائما لما ما نركزش نلقى نفسي منتهك هذا الحد. هل هو الميزي المارجينال ريج أو الديستال؟ غالبا الحد المنتهك هو الميزي المارجينال ريج. ما السبب؟ السبب لأنك أنت واخد الشفت وين؟ واخد الشفت شوية ميزيال، فلو ما كنتش مركز غالبا الميزي المارجينال ريج حتنتهك منك وأنت لا تدري. كلام جميل. اتكلمنا على حدود البريمولر وتكلمنا على حدود اللور مولر. لو جينا تكلمنا على حدود الأبر مولر، هي الأبر مولر يا صديقي كم تحتوي على حد؟ عندي حدين في الأبر مولر، عندي الميزيال مارجينال ريدج أي الريدج الجانبي اللي جاي ميزيال مفروض يبقى 1.5 مللي على الأقل، وعندي الحد الثاني الأوبليك ريدج مفروض يبقى 1.5 مللي على الأقل. إذن هذه حدود الأبر مولر، وأنا نعرف أن كل الناس يعتقدوا أن هذا الأوبليك ريدج، ولكن للأسف يا صديقي ليس هذا الأوبليك ريدج، هذا الأوبليك جروف. باهي وين الريدج يا دكتور؟ الريدج اللي هي أعلى من الجروف، الريدج اللي هي هذه اللي هي الرفعة اللي بعد الجروف، الإليفيشن اللي بعد الجروف اللي هي هذه. أرجوك يا صديقي لا تعبث مع الأوبليك ريدج، لأن الأوبليك ريدج من أهم المؤسسات لقوة الأبر مولر. أرجوك لا تنتهك هذا الحد لأنك ما عندكش أي كنال تحت الأوبليك ريدج. أرجوك ركز على الأوبليك وركز على الميزيا المارجينال ريدج، هذه حدود محظورة إياك أن تلمسها أو أنت تنتهكها. أقل حاجة تبقى 1.5 مللي يمينا 1.5 مللي شمالا. إذن هذه الحدود من أهم الأمور دكتوري اللي مفروض وانت تشتغل مخلاها في بالك وانت شغال. جميل، اطلعنا من كل هذا الكلام وتعال معاي إلى ختام الأكسس. ناوي نختم الأكسس بأربع روز من الأساسيات اللي ممكن تساعدك في الشغل وتفرق شغلك جدا في عالم علاج الجذور. أنا عندي أربع رولز، أربع قواعد. القواعد هذه من الحاجات المساعدة لي جداً في الشغل لما نشتغل، نحس نفسي فرقت معي وحاولت أني أنا نطلع بها بحاجات أو نتائج بسيطة بتركيز بسيط على القواعد الأربع هذه. القواعد كالآتي: القاعدة الأولى دكتوري تسمى Law of CEJ، قانون CEJ، أو تسمى Rule of CEJ. ما معنى هذا الكلام؟ أنا متأكد ان اغلب الحضور فاهمني في هذا الكلام ومش محتاج اني نضيع وقت اضافي على الرول الاولى، لان باقي الرول مش مشروحه ولكن الرول الاولى مشروحه. ما هي رول السي اي جي؟ شنو هي الرول؟ الرول تقول ان مستوى السيمنتو انامل جانكشن نفس المستوى يضاهي مستوى سقف حجره العصب داخليا، فانت شغال نبيك عينك على هذا الخط لا يتبعثر من هذا الخط، عينك دائما على هذا الخط، ما تحاولش انك انت تشفت عينك من هذا المكان. علاش؟ لان بكل بساطة الخط هو يماثل خط اللتة، الخط هذا يماثل سقف حجرة العصب، ما تخليش البار ينزل تحت هذا الخط. باي لو قرنا القاعدة تقول ان السيمنتو انامل جنكشن most consistent repeatable landmark هي اصدق علامة for locating the position of pulpit chamber، هي اصدق علامه لمعرفه مكان البلبت شامبر، لمعرفه مكان الحجره اللبيه. اطلعنا من هذه الرول ومن القاعده الاولى، نجول القاعده الثانيه. القاعده الثانيه تقول رول اوف كالر تشينج. القاعده تقول لما انا نشتغل في اي سنه اندو وانا بادي ننزل في الاكسس، اول ما ننزل بالراوند بير في البدايه اللون بتاعي مو ابيض في الانامل، أول ما نزيد نعمق شوية اللون بتاعي يصفر في الدنتين، أول ما نزيد نعمق شوية اللون بتاعي
يدكن يصبح أصفر داكن لأني عميق شوية في الدنتين. أول ما نزيد نعمق شوية يبان علي الشدو أو ظل حجرة العصب، يبان علي لون بيربل أرجواني. أول ما نزيد نعمق شوية وننتهك الحجرة ونفتحها، أعظم مكان عميق وأكثر مكان غامق اللون يعتبر أرضية وبلاط حجرة العصب. فدائما لو لقيت هذا السواد، لو لقيت أن اللون معك غمق أو أصبح غامق اللون، دكتوري نبيك شوية تتريث، لأنك أنت الآن على بلاط وأرضية حجرة العصب. القاعدة هذه تقول Law of Color Change. شن تقول القاعدة؟ أن لون الفلور دائما، أي لون الأرضية دائما أغمق من الجدران. فأنت مش تعرف نفسك في الأرضية أو لا، حاول تشوف السنة اللي أمامك، هل هذه فلور أو مش فلور؟ هي أرضية. هل هذه أرضية ولا مش أرضية؟ هي أرضية غامقة اللون. هل هذه أرضية ولا مش أرضية؟ شديدة السواد غامقة اللون، إذن أرضية. هل هذه أرضية ولا مش أرضية؟ أرضية شديدة السواد، أرضية شديدة السواد، وهكذا. إذن هذه القاعدة الثانية دكتوري تتسمى Law of Color Change. القاعدة الثالثة تقول لما أنا دكتوري ناوي أني نبحث على قنوات، البحث على القنوات يا صديقي، نبحث على القنوات بفايلات صغيرة. Never to try انك تبحث على قنوات ببر. Never ever ever انك تحاول تبحث على اي قنوات ببر. البحث على القنوات بفايلات صغيرة، يا اما فايل 10 يا اما فايل 15. لو مش حاب بفايلات ببروب، ونعطيك تركة دانية، هذه هدية مني لك. لو كنت من الناس اللي عندك مشكلة وتعقيد في رؤية القنوات، أو عندك مشكلة وتعقيد في إيجاد الـ MB2، أو عندك مشكلة وتعقيد في إيجاد بعض القنوات، امشي أبحث عليه بير، آسف، امشي أبحث عليه بروب يسمى DG16، أبحث على البروب هذا. البروب هذا إندودونتيك بروب خاص بإيجاد القنوات، هو شارب بروب يسمى DG16. أبحث عليه، هذا البروب نستعمله فيه لإيجاد القنوات بسهولة. إذن دكتور، البحث على القنوات يا إما يكون بفايلات يا إما يكون بالبروب. وأجمل بروب يبحث على القنوات شين يسمى؟ يسمى DG16. أبحث عليه، موجود في السوق العربية. كلام جميل. لو ناويين دكاترتنا أن نبحث على القنوات ونازلين، هو البحث على القنوات، هل نبحث في الأرضية أو نبحث في الجدران؟ للأسف يا دكتور، للأسف لا هذا ولا ذاك. البحث متاعنا ليس في الأرضية وليس في الجدران، لا هذا ولا ذاك. البحث متاعنا في الجنكشن ما بين الوول والفلور. ما معنى الجنكشن؟ أي ببساطة في التقاء الجدار بالأرضية. البحث دائما في هذا المكان. فدائما لما تأخذ البروب أو الفايل وبتبحث، ما تبحثش والبروب واقف على راسه وتحاول تلقى الكنال. دائما ميل البروب أو الفايل 45 درجة وحاول تبحث في الجنكشن بحيث أنك تلقى القنوات. لو وريتك الصورة هذه يا دكتور، سألتك بالله، هل القنوات هذه اللي أمامك هي قنوات موجودة في الأرضية؟ لا والله. هي قنوات موجودة في الجدران؟ لا والله. هي قنوات موجودة في جنكشن ما بين الجدار وما بين الأرضية. المكان هو يسمى الجنكشن. دائما كل القنوات لما تبي تبحث، أبحث عليها في هذا الجنكشن. فأدخل بالفايل مايل 145 درجة، آسف، وأنت تبحث لعند ما تلقى الكنال متاعك. وهذا البحث على أي كنال، سواء كانت MB2 سواء ميدل ميزل، أي كنال كانت. هيك دكاترتنا كملنا ثلاثة قوانين. القانون الثالث اللي هو Law of Orifice Location يقول دائما الأوريفيس والفتحات موجودة at the junction في التقاء الوول والفلور، التقاء الجدار بالأرضية. القانون الرابع والأخير اللي حنختم به الكلام يسمى Law of Symmetry، قانون السايمترية. القانون هذا شنو يقول؟ القانون هذا يقول لي أولا ضروري ما أنا نخلي في بالي القانون هذا مع من يتماشى. القانون هذا يتماشى مع اللور مولر ومع كل بريمولر. بقى يا دكتور شنو يقول هالكلام؟ القانون يقول القاعدة هذه قاعدة التوائم. ما قاعدة التوائم؟ القانون يقول دائما لما يكون عندي سنة نكتشف التوائم اللي فيها. اللور مولر من التوائم اللي فيها؟ فيها التو ميزيال كانالز توائم والتو ديستال كانالز توائم. أنا كيف عرفت دكتوري الميزيال من ديستال؟ هنا دائما القناتين البعيدين على بعض ميزيال، القريبين من بعض ديستال. كلام بسيط. باهي شن دخل التوائم؟ ببساطة فور إيجادك لأحد التوائم
انت في غنى ان تبحث عن التوأم الاخر، لان التوأم الاخر موجود بقواعد معينة ببساطة تلقاها. يعني انا عندي التو ميزة اللي نبحث عليهم، لقيت واحدة. اول ما تلقى واحدة دكتوريس، تانية سهلة جدا انك تلقاها. كيف القاعدة تقول؟ القاعدة تقول اكتشف الميدلاين وين، هذا الميدلاين بين الميزيا الكنال. القاعدة تقول بما ان ميزيا الكنال بعدت على الميدلاين 2 ملي، اذا ميزيا الكنال الاخرى تبعد على الميدلاين 2 ملي بلا خلاف. يعني مستحيل كنال تبعد على الميدلاين 2 ملي ونجول الثانية نلقوها تبعد على الميدلاين 4 ملي، نلقوها هنا مستحيل. اذا اول ما نلقى واحدة ولقيت الميدلاين، اذا الثانية موجودة بنفس المسافة. هذا فيما يتعلق بالميزيال. بل لو جينا تكلمنا على الدستل يا دكتور، نفس الكلام، الدستل توائم. لو لقيت واحدة من الدستل كنال، لقيت واحدة تبعد على الميدلاين نص ملي، اذا هناك توائم موجود، اخلق موجود يبعد على الميدلاين نصف ملي. ام تنقول الدستل كنال واحدة لو لقيتها السنترال كنال في السنتر في الميدلاين مباشرة، لكن فورا انحراف الدستل كنال على الميدلاين حتى بربع ملي، اذا عندك دستل كنال اخرى تنحرف وتبعد ربع ملي اخر على الميدلاين، وهذه قاعدة السايمترية. جميل بقى يا دكتور، الكلام هذا هل مفيد لينا في الابر مولر؟ للأسف ليس مفيد. بي هل الكلام هذا مفيد لينا في البريمولر؟ اي نعم في البريمولر مفيد. اذا القاعدة هذه مع منو؟ القاعدة هذه مع اللور مولر ومع البريمولر. بي في البريمولر شنو تقول القاعدة؟ تقول ان البكل والبلت الكنال توائم. يعني لو انت في بريمولر زي هذه مثلا، انا حاب ان يعني ناخذ رأي الحضور، هي من وجهة نظرك السنة هي سنجل كنال او دبل كنال؟ من وجهة نظرك بش تعرف انها هي سنجل ولا دبل؟ ارجوك ارجوك لا تحكم الا برمي الفايل في الكنال. فانت تاخذ فايل وترميه في الكنال، لو ان الفايل طلع من السنتر في سنتر السنة، اذا هي سنجل كنال شكلها اوفال. لو ان الفايل طلع مشفت بكل، اذا الف مبروك عندك قناة اخرى موجودة في البلتل موجودة. من قال هالكلام؟ اللي قال هالكلام قاعدة السايمترية. يعني لو الفايل انحرف على الميدلاين، اذا هناك قناة اخرى موجودة بنسبة 100%. شوفوا معي هذا المثال، شوفوا معي هذا المثال. انا عندي حاليا بريمولر دكتوري واخدي لها سي بي سي تي وفها حسب ما تشوف انت. انا عندي هذا البكل سايد وعندي هذا البلتل سايد، نبي نعرف شن سبب الفيلير. هي للأسف فاليرت، نبي نعرف شن سبب الفشل. بكل بساطة أن الطبيب اشتغل الكناء والكنال هذه الفايل وهو يشتغل مرتاح جهة البلتل وسكر قناته بكامل الثقة. دكتوري أرجوك 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 لما تشتغل بريمولر وتدخل بفايلاتك وحسيت أن فايلات المانيوال أو الروتري لا تقبع في السنتر، ما جيتش في السنتر، أرجوك لا تغلق، لأن عندك كنال أخرى موجودة. بما ان قنواتك ارتاحت في البلت الارجوك هلم الى البكل سايد وجد القناة الاخرى لانها موجودة. من قال هذا الكلام؟ قاعدة السايمترية الرول اوف سايمتري تقول لو كانت الكنال انحرفت قليلا على الميدلاين، اذا هناك قناة اخرى منحرفة على الميدلاين بنفس المسافة. انا بريمولر شكيت فيها، لقيت ان عندي فايل يدخل ولكن الفايل شوية مرتاح بكل، ارجوك لا تغلق لان في كنال اخرى موجودة في البلتل. انا شكيت في الدستل كنال هي واحدة ولا اثنين، خديت فايل ولوحتها، لقيت الفايل لما لوحتها في الكنال لقيت الفايل انه مش مرتاح في سنتر الدستل، واخذ شوية شفت. بما ان هناك شفت يا دكتور، اذا الف مبروك عندك كنال اخرى، ارجوك لا تغلق انها موجودة. القاعدة هذه تقول رول اوف سايمتري تتماشى مع اللور مولر ومع كل البريمولر. اذا دكتوري لو قلنا القواعد، عندي اربع قواعد، قاعدة السي اي جي، قاعدة الكالر تشينج، قاعدة السايمترية، قاعدة الكنال لوكيشن. وهيك دكاترتنا نقدر نقول اني انا كملت الموضوع اللي انا حاب نتكلم عليه. حاب بس نرفق حاجة صغيرة تنهي لي الكلام وتلخص لي الموضوع. لو انا كانت عندي سنة فها كيريس، اوكي فها كيريس،
وأنا ناوي نفتح أكسس، أنا أحفظت الأشكال التقريبية اللي في البداية. بي كيف نقدر نفتح أكسس لسنا فيها كيس؟ أولاً تقدر تنظف الكيريس كامل، أوكي، وبعد ما تنظف الكيريس كامل تخيل أن السنة الأوتلاين متاحها كامل موجود، موجودة السنة أطرافها الجانبية موجودة. تعال في الوسط وحاول أنك ترسم الشكل الخارجي بشكل مصغر في السنتر وتنزل. وقلنا عندنا تركات صغيرة زي اللور مولر شفت صغير زي الأبر مولر استثني الأوبليك، القواعد هذه ثابتة. فأنت خود شكل خارجي بعد ما تحول الكيريس وانزل في الوسط، أول ما تحصل دروب أنت حصلت نافذة، النافذة هذه حول الراوند بير، لوح الراوند بير انتهت وظيفته، وجيب في مكان الراوند بير الاندوزد ولا ستون، حطه في المكان ووسع شوية وقوم بعملية الديروفنج، حتبان عليك الكنالز دايركتلي. أي قنوات ما بانتش عليك أرجوك لا تبحث بالبير على القنوات، أرجوك امشي اشتري دي جي 16 بروب وحاول تبحث على القنوات بهذا البروب. جميل باهي يا دكتور، أنا بانوا علي القنوات، هل نبدأ في الشغل؟ أرجوك ما تبداش في الشغل إلا ما تقيم الجدران. التقييم الوحيد والمعيار الوحيد للجدران ليس بالعينين ولا بالميكروسكوب ولا باللوب، التقييم الوحيد بالبروب، تشيك عليه كل الجدران. أول ما يطلع معك البروب بسموث الموضوع يكون straight line axis، أول ما يطلع معك catched إذن الموضوع under axis. وهكذا كاترتنا نقدر نقول أني أنا كملت المحاضرة متاعي. أنا حاليا نقرأ في الأسئلة، طبعا دكاترتنا أنا متأسف جدا على الإطالة، ولو في أي أسئلة أنا نقرأ فيها حاليا. طبعا اليوم كان التنسيق بكل صدق وأمانة، اليوم كان التنسيق أن احنا حننزلوا لايف ديمو بالميكروسكوب على حالة من ضمن المحاضرة، ماشي، فكان التنسيق ان احنا حننزلوا بلايف ديمو على حالة في الاكسس، ولكن للأسف كنت في سفر في مدينة اخرى تبعد على العاصمة 1000 كيلومتر، فكان عندنا ملتقى امس، وللأسف وصلت متأخر شوية وتعبان ومرهق، ما قدرتش نرتب النزلة في لايف ديمو، لكن نوعدكم بإذن الله قريبا حنحاول ننزلوا بنفس الكلام اللي قلناه في لايف ديمو من A to Z على بيشن ماوث حقيقي، ونحاول نرتبوا هالكلام كلينيكيا بإذن الله في محاضرة موثقة كاملة بإذن الله. شكرا 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 لحضوركم، أمانة أذهلني العدد، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، عدد وصل لـ2000 طبيب معنا في البت، وهذا رقم لا يستهان به، جزاكم الله كل خير، وشكرا لثقتكم بنا وجودكم معنا في هذا البث. إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن سهوي ونفسي وجهلي. لو قدمنا حاجة مفيدة إن شاء الله تكون لنا في ميزان الحسنات، لو قدمنا خطأ إن شاء الله يا رب نحاول ونداركه قريبا ونعدلوه. أنا حاليا نقرأ في التعليقات والأسئلة دكاترة، زملائنا حاولوا تشيرون البث ليصل لأكبر عدد من الناس لتكون لنا صدقة جارية للجميع. شكرا لكل المنظمين معانا في هذا الحدث، وشكرا لكل زملائنا وكل بلدان العربية، مصر، العراق، الكويت، فلسطين، لبنان، الجزائر، تونس، ليبيا، كل الأماكن لو نسينا أي مكان، السودان. تحية كبيرة لكل زملائنا من كل ربوع بلادنا العربية، وأنا فخور جدا بوجودي معكم في هذا الحدث، ومبسوط جدا رغم الضغوطات والأوقات الصعبة، ولكن تمنيت أني أنا نكون قد المستوى ونحاول نكون موجود معكم في هذا الحدث، وما تمنيتش أني أنا نرفض هذه الدعوة، فبالعكس مبسوط جدا بوجودي معكم، ونسأل الله أن تكون خير للجميع، ونسأل الله التوفيق للجميع في 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 المجال علميا وعمليا. لو في اي اسئله دكاتره انا حاليا نقرا في الاسئله. شكرا دكتور محمد، شكرا جزيلا يا صديقي، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. مساء الجمال يا دكتور نبروس. الله يسلمك يا دكتور، ايه الاخبار؟ تمام، فل الفل. دكتوره ريم ولا دكتوره هبه؟ دكتورة هبة إن شاء الله. مرحبا دكتورة هبة. كل حاجة حصلت في اللايف يعني، ومبسوطين بوجود حضرتك معنا، فحابين نفيد الناس أكتر. تمام، فمعنا كذا شركة حابة تقدم هدايا للحضور. ما شاء الله، اللهم بارك. فمعنا شركة بيرفكت دنت هتقدم 5 كيت فايل إيدج،
تمام للناس. طبعا طبعا حناخذ منك بس المايك تحية كبيرة 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 لشركة البيرفكت دنت من الشركات اللي استقبلتني في مصر. تحية لصديقي دكتور محمد صالح مدير الشركة ولكل الستاف الموجود، دكتور حسين، دكتور عبد الحليم، كل الشباب. أمانة الناس لطيفة على القلب وناس نحبها جدا جدا. تحية كبيرة 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 لهذه الشركة. اوكي، فان شاء الله هنعمل سحب على 5 كيت فايل روتري ايدج، تمام، مقدمه منهم. فطبعا ندخل في السحب انا ولا بره الموضوع دكتور؟ حضرتك اللي بص، انت اللي هتختار الناس اساسا، يعني انا بره الموضوع. انا اديتك المايك وخلاص. فممكن نختار الناس على حسب الطريقه اللي حضرتك حاببها، حابب تمشي عشوائي. انا بفضل ده جدا، حابب تسال سؤال وتختار من الكومنت. اوكي، بس اهم حاجه ان الناس تساعدنا وان هي تدعمنا اكتر بان هي تعمل فولو للانستجرام عندنا وسبسكرايب لقناه اليوتيوب. اوكي، واحنا هنكون معاهم، ولما نخلص شركه بيرفكت دنت ان شاء الله هندخل على باقي السحوبات بامر الله. يعني اوكي، انا من رايي انه يكون عشوائي افضل دكتوره من الاحراجات والاسئله وكذا. انا من رايي انه يكتب تعليق معين مثلا، ماشي، التعليق هذا انت تختاريه، فكل زميل ناوي يدخل السحب يكتب التعليق هذا، وبحيث ان نقوم بالسحب بهالطريقه. يعني من رايي افضل. ولا ايش رايك؟ اللايف خاص بحضرتك، اللايف خاص بحضرتك، فحضرتك هو يعني حضرتك اللي هتختار الناس اللي هتكسب. انا بره الموضوع تماما. لا ترميش الكره في ملعبي وتحرشيني مع الناس. ما اقدرش. ما اقدرش يا دكتور. ما اقدرش. لا طبعا يا دكتور، ما ترميش الكره في ملعبي وتحرشيني مع الناس يا دكتور. لا لا، ما فيش احراج خالص يا دكتور. احنا معانا يعني احنا هنكسب حوالي مثلا ممكن 20 واحد النهارده، حاجات مختلفه، تمام. فان شاء الله هنقدر نراضي اكبر عدد. يعني اللهم بارك، اللهم بارك. باهي، كيف الكرايتيريا دكتوره؟ شن رايك؟ يدخلوا في السحب بكلمه معينه مثلا؟ مش شرط، ممكن هما كاتبين اوريدي كومنت او هيعملوا منشن لاصحابهم او يشير للبوست بس، وكده كده هيدخلوا في السحب، تمام. اوكي، يعني من الكومنتات الموجوده، فدكاترتنا كل زميل معانا يخلي كومنت مثلا ليتس اندو مثلا، ماشي، فحناخذ السحب من الكومنتات الموجوده باذن الله. اوكي بالضبط، نبو بس نقرأ لو في أي أسئلة موجودة بنحاول أن احنا نعلقوا عليها تخص الأكسس. في أي سؤال موجود؟ شكرا دكتور محمد، شكرا والله، كلام أكثر من رائع من كل الزملاء، جزاكم الله كل الخير، وشكرا شكرا شكرا جزيلا على هذا الكلام الطيب، بارك الله فيكم، وأنا فخور جدا بهذا الكلام، أحبكم الله الذي أحببتوني فيه. شكرا شكرا. في حد عنده سؤال دكاترتنا بخصوص المحاضرة؟ الفترة القادمة بإذن الله حنحاول يا إما على هالمنصة ننزل عليه بلايف ديمو على فم مريض في لور مولر أو أبر مولر، أو على منصتي بإذن الله على صفحتي دكتور نبراس الدهاش، حننزل بإذن الله في لايف ديمو عن الأكسس، لأني والله من البداية ناوي نرتب إني بننزل به، وللأسف في آخر لحظة ما قدرش إني نرتب النزلة، فأنا آسف جدا على هذا الشيء اللي صار، لأن التنسيق كان أحسن من هيك وأجمل من هيك، بس نوعدكم بإذن الله حننزل به كامل من A to Z في two molars مثلا upper و lower، حنحاول نبسط بها الأمور تحت الميكروسكوب، حتكون الأمور واضحة جدا وسهلة وبسيطة. ما فيش أي حد عنده سؤال؟ ما شاء الله، يعني المحاضرة مفهومة، الله يبارك، ما شاء الله، يا أما أنا خارق للعادة يا أما ما فهمتش. نبي أي سؤال دكاترة، أي حاجة مش واضحة أو أي حاجة كانت شوية مشوشة أثناء المحاضرة، لو في أي حاجة مش واضحة أنا موجود. اوكي، عناوين القوانين، القانون الاول رول اوف سي اي جي، القانون الثاني رول اوف كالر تشينج، القانون الثالث رول اوف سايمتري، القانون الرابع رول اوف كانال لوكيشن. تمام، ما شاء الله دكتور، انهيت فكره تطبيق النينجا اكسس، ماذا عن من يستخدمها؟ دكتور، الناس اللي تستخدم النينجا اكسس والثروس اكسس ناس تشتغل تحت ميكروسكوب، فهو يعني كحاجه من الطبيب نفسه او من السبيشالست نفسه او من الشخص المحترف نفسه، كعمل منه هو يحاول انه هو يحترز قدر المستطاع، ولكن علميا ما فيش قواعد تؤيد هذه الفكره الى الان، يعني لا زال الموضوع تحت الدراسات، ولكن علميا ما فيش اي ارتكلز
تؤيد هذا الموضوع أو تحث على هذا الموضوع. فهي اجتهادات شخصية من بعض الاندودونتس، من بعض الناس اللي تشتغل في اندو باحترافية يحبوا إن هم يتفننوا شوية، لكن علميا الكلام إلى الآن ما فيش أي حاجة علمية يعني تسند هذه الأمور. أوكي اوكي، يعني ال اكسس شفته صغير لاني ما حضرتش من اول. بالله دكتور محمود عاود لي السؤال بس بوضوح لاني ما فهمتش السؤال. اوكي عاود لي بس السؤال بوضوح. لو في اي حد عنده سؤال دكاترتنا، لو في اي زميل عنده سؤال. اوكي اوكي حناخذه من تعليقات ليتس اندو. اوكي فحاول بس تخلي تعليق بحيث انك تدخل في السحب معنا. طبعا السحب مقدم لشركه بيرفكت دنت. شكرا شكرا ليهم وشكرا ليك دكتوره هبه على هذه المجله. عند فتح الاكسس الام بي 2 دكتورنا، يا ليت لو سمحت لمحه سريعه وتركات في ايجاد وتحديد القناه. اوكي دكتوره، هي الام بي 2 كانت موجوده مجمله في الابر مولر. بكل صدق وامانه هي موجوده من ضمن محاضره الاكسس، نعطي فيها بالتفصيل، ولكن بس تاخذ جزء كبير من الوقت، فانا ما حبيتش اني نطيل الوقت اكثر من المحاضره اخذت ساعه ونص. لكن بالمجمل إيجاد الـ MB2 يا صديقي عندك ثلاثة شروط. الشرط الأول يكون عندك نولج عالي، الشرط الثاني يكون عندك ماجنيفيكيشن عالي، الشرط الثالث يكون عندك ألتراسونيك ديفايس. ألتراسونيك ديفايس شنو السبب، شنو بتدير بها؟ ببساطة أنك أنت حتكشط في هذا المكان اللي موجودة في الـ MB2، لأن الـ MB2 غالبا تكون مطمورة بالدنتين فهي مخفية hidden. فأنت عندك ألتراسونيك يقوم بعملية تسمى ترافينج. كيف نقدر نلقاها؟ دائما لو كان عندي ميزيو بكا الكنال، دستو بكا الكنال، ومن أسفل بلت الكنال، بش نلقى الـ MB2؟ دائما الـ MB2 جيني خلف الميزيو بكا الكنال، يعني تحت بلت الليها خلفها. بي كيف نقدر نزبطها؟ نلقاها في موازاة لمني للدستو بكل. هذه الدستو بكل الكنال هي الدستو بكل، فهي تكون في موازاة لها. لو رسمت خط عمودي من الدستو بكل الكنال تحت الـ MB1، هذا المكان اللي نبحث فيه على الـ MB2، هذا بعجالة. لكن هي للأمانة فيها قواعد خاصة، والقواعد يعني مش صعبة لكن تحتاج جزء طويل من الشرح. فبإذن الله دكتور على صفحتي الخاصة حنتناول الـ MB2 في محاضرة مفصلة عليها بالتفصيل تحت الميكروسكوب بإذن الله. لعيونك يا دكتور. في أي زميلة معانا عنده سؤال دكاترة، كيف نتعامل مع الأسنان المتصبغة بشكل كبير ومش قادرين نميز مداخل القنوات؟ جميل السؤال دكتوري. هل في أسنان من داخل تبان متصبغة؟ يس، أحيانا الأسنان اللي فيها أملقم، أحيانا الأملقم يصنع لي في أملقم تاتو. الأملقم تاتو هذه الصبغة، الصبغة هذه تخلي لك المكان كله يبان غامق اللون. فأنت هنا بش تميز مدخل القناة ومكان القناة صعب تعتمد بالنيكد آي على الألوان. فانت محتاج ماجنيفيكيشن ومحتاج بحدسك في الفايلات باش تلقى اماكن القنوات، لان بالنيكد اي مستحيل تقدر تلقى الاماكن بالعين، ومستحيل قاعده الكلر تشينج اللي كنا نحكي عليها حتلقاها موجوده، لانك حتلقى الجدران والارضيه بنفس اللون غامقه اللون. فهنا دكتوري ضروري تستعين بالماجنيفيكيشن باش تقدر تميز وباش تقدر تلقى. اوكي، لما تكون شاك ان عندك قناه اضافيه وفاضي وعندك وقت وعندك لوبس عشان تشوف. اوكي، كيف تعرف ان يكون عندك قناه اضافيه دكتور؟ احنا عندنا القنوات الاضافيه في الابر مولر، عندنا الام بي 2، في اللور مولر عندنا الميدل ميزيال، في اللور انتيرور عندنا لينجوال كانال. شنو طريقه ايجاد القنوات الاضافيه؟ بكل بساطة ماجنيفيكيشن عالي، نولج عالي بأماكن القنوات، تولز معينة كألتراسونيك ديفايس تقدر تكشط وتبحث عليها، لأن غالبا القنوات الإضافية مطمورة. لكن أرجوك بدون ماجنيفيكيشن لا تبحث على أي قناة إضافية إلا بحثة بسيطة بالفايلات. لو ما لقيتهاش not big problem، لأنك لو بحثت بدون ماجنيفيكيشن خذيت البير ونويت تبحث، او الالتراسونيك من غير ماجنيفيكيشن ممكن تدخل السنه في خطر البرفوريشن، لاترال برفوريشن، وانت تبحث على القناه. اوكي نبي دكاتره لو في حد عنده سؤال. هيك نقدر نقول وكملنا اغلب الاسئله طلبا وليس امرا. حاولوا توصلوا اللايف للكل، شيرونا اللايف قبل ما تطلعوا دكاتره حنقفلوا البت، فحاول تعمل شير اللايف قبل ما تطلع لنكسب الأجر جميعا. موفقين جميعا، جزاكم الله كل خير على حضوركم الكريم،
ولي الشرف بوجودي معكم هنا، وتحية طيبة 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 ليكم جميعا، وإن شاء الله يا رب نلتقي ونلتم على الخير ونتشارك دائما في العلم والخير، وموفقين جميعا، ألقاكم على خير على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. موفقين دكتور. ثواني يا دكتور، دكتور نبروس. آه دكتور. مش هنقدر نطلع حضرتك من اللايف دلوقتي للأسف يعني. تمام. أنا لسه عندنا صحبات كتيرة حابين نقدم بيها الناس، وحابين نختار الناس الأول. وأنا موجود. حاضر. أوكي. فخلينا نبدأ دلوقتي في صاحبة بيرفكدنت. حضرتك تقدر تختار خمسة دلوقتي؟ بنختارهم عشوائي. أو. باي تمام. هو هيك دكتورة هبة أنت تحطي فيها في إحراجات كبيرة، لكن حنختار عشوائي. معلش يا دكتور، إن شاء الله الناس هتلتمس العذر ده يعني. أوكي. أنا كيف حنختار عشوائي؟ بعطيني طريقة نقدر نختار بها دكتورة. أي حد عينك هتيجي عليه في الكومنت بس يعني. بقى ما نقدرش نطلعه ولا نقدر نطلعه؟ تقدر عاوز تظهره على الشاشة يعني؟ ايه اه تقدر. انا ممكن اظهره لك على الشاشة، ممكن تقولي بس الاسم وانا اظهره لك عادي. صعب انك تلقي التعليق، هي الاف التعليقات دكتور. طب ممكن حضرتك تقدر تعمل لها يعني منشن، يعني ترد على الكومنت بتاعها بس. رد على الكومنت بتاعهم واحنا تمام. انا حاليا وهم ممكن هم يتواصلوا معك. انا حاليا محاول واخذ الماوس ونطلع وننزل، فحنختار والله العظيم والله العظيم بامانه عشوائي، مش ما تقولوش الدكتور اختار، والله عشوائي. اوكي تمام. نطلع وننزل. الرابح الاول الدكتوره كارولينا ناجي. كارولين ناجي، دكتورة كارولين ناجي، اكتب الاسم دكتورة. هذا الرابح الأول اللي حطيت عليه الماوس. ماشي. اوكي. مش منصف الموضوع دكتورة هيبة، حطيتيني في موقف لا أحسد عليه، لكن لا 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 لا. الناس بدل ما تطلع تدعي تطلع علي يا دكتورة هيبة. لا لا أبدا أبدا. اوكي. الرابح الثاني الدكتور محمد درقوم. دكتور محمد درقوم. اوكي، فممكن يتواصل مع المنظمين لو ما لقيتوش تعليق. ماشي. كم تبي سحب دكتوره هبه؟ كم نسحب؟ ان شاء الله يا دكتور خمسة. حضرتك حطيتني كده على جوائز بيرفكت دين. اوكي، خمسة والجائزه السادسه لي انا بحكم اني بنسحب اسمي يعني. ان شاء الله يا دكتور. ماشي. دكاتره اللي يعرف نفسه بيحاول يقسم معي الجوائز يتواصل معي على الخاص، حنختار اسمه باذن الله. فلي يعرف نفسه يقدر يضحي بالجائزة نقسمها أنا وياه، يدخل لي على الخاص بس. أوكي تمام. الاسم الثالث معانا الدكتورة سارة عماد. الدكتورة سارة عماد الاسم الثالث معانا، وكلها والله والله بالعين راهو، مش أي حاجة. فنحط في الماوس، وين ما يجي الماوس نحكي على الاسم. أوكي دكتورة سارة عماد، ألف 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 مبروك. هو الجوائز هذه دكتورة شن تكون؟ الإج فايل صح؟ روتاري ايج فايل. جميل. اوكي ساره عماد، دكتوره ساره عماد الرابح الثالث. اوكي الرابح الرابع معانا. اوكي الرابح معانا الاء الشريف. الاء الشريف، ساره عماد، الاء الشريف. تمام، ناخذ الخامس دكتوره ان شاء الله. اوكي الرابح الخامس والاخير دكتوره فاطمه ري. فاطمه ار اي. عظيم جدا كده. بالنسبه لنا خلصنا مسابقات شركه بيرفكت دنت. معانا برضو شركه قويه تانية، شركه بيبو دنت. تمام. بيبو دنت هتقدم لخمسه كمان فايلات مانيوال. اوكي فحضرتك برضو تقدر تختار خمسة إضافيين للفايلات المانيوال. أوكي تمام. يلا تحية لصديقي الدكتور أمين مع شركة البيبودن، تحية كبيرة للدكتور أمين. أوكي دكتورة ميرا رأفت، الرابح الأول لفايلات البيبودن دكتورة ميرا رأفت. جميل. الرابح الثاني معنا دكاترة، الرابح يتواصل مع المنظمين. أوكي الرابح الثاني دكتورة شيماء السيد. أوكي الرابح الثالث
دكتورة شروق محفوظ. جميل. الرابح دكتورة ابتهال شكلوف، ولا ما نعرف شنو. الرابح دكتورة ابتهال شكلوف. الرابح الخامس الدكتورة يمنى نصر. الرابح الخامس الدكتورة يمنى نصر. دكاترتنا الفائزين ألف 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 مبروك، وتواصلوا مع المنظمين لاستلام جوائزكم. عظيم جدا. نيجي بقى لشركة ليفل أب. تمام. عندنا كورس كومبوزيت مع دكتور محمود عمار، هيبقى من يوم 21 إن شاء الله، 21 و22 و23 سبتمبر. أوكي. هيبقى في مدينة نصر في القاهرة، فهنختار حد برضو، شخص واحد يفوز بمقعد مجانا لحضور الكورس كاملة. ولكن ده عشان في مصر، فهيبقى صعب جدا ان حد يكون من بره مصر يعني، فحضرتك اختار برضو واحد عشوائي برضو. اوكي 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 اوكي. الدكتورة ياسمين خفقي، ولا ياسمين خفقي تقريبا. دكتورة ياسمين تواصلي مع المنظمين. ألف 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 مبروك. هو كورس مين الدكتورة قلتي لي؟ دكتور محمود عمار في مدينة مصر. دكتور محمود عمار، ألف مبروك يا دكتور. كورس مجاني للدكتور محمود عمار. طبعا توا دكتورة هبة حنحطك في نفس الموقف، ماشي، وحنقدم برضو سحب مجاني لمقعد من مقاعد كورساتي، سواء كان نسخة بيزك سواء أدفانسد. حاليا البلدان المتاحة ليبيا والجزائر والسودان ومصر، ماشي. فلو كنت من هذه الدول، تقدر تتعلق بليتس اندو، حناخذه مقعد مجاني في اي نسخة انت تختارها، سواء كانت بيزك او ادفانسد. وهذه دكتورة هبة انت حتسحبي لي من، حتختاري لي اسم وتطلعي في السكرين. حطيتني في موقف محرج يا دكتور. يلا يا دكتور. اوكي، هذا السحب عليه مقعد مجاني، بما ان الناس والزملاء وكذا يفرحوا في كل الحضور. برضو حبيت نشارك به لمسة بسيطة، هي والله مش من قدركم ومش من قيمتكم، ولكن تستاهلوا ان نفرحوا الناس بحاجة بسيطة، ماشي. ففي مقعد مجاني في كورس، يا اما في ليبيا يا في الجزائر يا في السودان يا في مصر، هذه النسخ حاليا المتاحة، ماشي. أوكي. بإذن الله حتلف في السلسلة لباقي الدول العربية، فخذي أي اسم يطلع أمامك يا دكتور. أوكي، ثواني. ما تختاريش حد من حبايبك يا دكتور. هي في حد اسمه، أنا هعمل شو ليها، هي دكتورة اسمها مروة بي ال اتش، مش عارفة الاسم إيه في أمين. ما شاء الله، هذه مش صديقتك صح؟ والله ما أعرفها. ومش حبيبتك صح؟ هي مصرية ولا لا؟ بس دول لنا في الكومنت الأول، في نفس المواقف اللي حطيتيني فيها. أوكي. ألف مبروك دكتورة مروة، ألف 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 مبروك. والمقعد متاح لك في أي وقت، سواء نسخة بيزك سواء نسخة أدفانسد، ولو تحب تهدي المقعد لأي شخص في هذه البلدان اللي حكيتها لك، ألف مبروك ليك وليه المقعد. تحية طيبة ليك، وتواصلي معي دكتورة على صفحتي العامة دكتور نبراس الدهاش، خلي رسالة بإذن الله حنتواصل معك وحرتب لك كامل إجراءاتك بالخصوص. نرجع لآخر موقف محرج إن شاء الله مع دكتور نبراس النهاردة. تمام. حضرتك هتختار واحد يكسب معنا كتاب All in One Composite Text Book لمقدم من مكتبة بياندنت. أوكي. تمام. فحضرتك تقدر تختاره من الكومنت برضو. يلا يا ريت مصري بس عشان نقدر نوصل له الكتاب. يلا 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 دكاترتنا. دكتورة جيجي علي. دكتورة جيجي علي، ألف 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 مبروك عليك الكتاب، فحاولي تتواصلي مع المنظمين. دكتورة جيجي علي، ألف مبروك عليك كتاب الكومبوزيت. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور والله العظيم، يعني احنا طولنا على وقت حضرتك كتير قوي، وعارفين وقت حضرتك غالي علينا جدا، فشكرا من القلب على كل حاجة، وشكرا على وجودك جنبنا حقيقي، وشكرا لدعمك اللي خليتنا ان هي تكمل. جدا 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 بوجودي بينكم وبوجودي في هذا التنظيم، ومبسوط جدا بكل الحضور. للأمانة ما توقعتش الحضور يصل إلى 2000 شخص، والله للأمانة ما توقعت. فكل الشكر لكل الناس اللي واثقة فينا واتبع فينا من كل مكان، وتحية كبيرة 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 لكل حضورنا الكريم.
تمام يا دكتور، شكرا جدا وبالتوفيق ان شاء الله. اوكي يا دكتور، السلام عليكم، رعاية الله، باي باي. Live to Give. ISOD, International Scientific Organization of Dentistry. أول منصة علمية متكاملة لكل طلاب وخريجي طب الفم والأسنان من كل مكان في مصر والوطن العربي. فإحنا بنقدم محتوى علمي وعملي ضخم ومتميز لأساتذة طب الفم والأسنان في مصر والوطن العربي، وده بيكون من خلال أكبر المؤتمرات العلمية أونلاين لأكثر من 18 دولة عربية، وكل ده بيكون على صفحتنا على الفيسبوك Live to Give. وكمان بنقدم أكبر داتا علمية مجمعة من كل الجامعات المصرية والكورسات المتميزة وكل اللي بيحتاجه أي طبيب أسنان عشان يطور مهاراته، وهتقدر توصل لكل ده عن طريق البوت الرسمي على التليجرام. وفي الأيام دي بنقدم لكم النسخة الرابعة المجانية من أول وأكبر مؤتمر أونلاين للعروض الحية والحالات العملية، Empower Your Knowledge Free Online Dental Conference. نقدم ليكم من نخبة من كبار أساتذة طب الفم والأسنان في مصر والعالم تحت شعار خليك أبديتد لكل أطباء الأسنان وطلبة الجامعات في مصر والعالم. بنقدم لكم أكثر من 40 محاضرة متميزة في جميع مجالات طب الفم والأسنان، Basic Lectures، Advanced Lectures، Live Demo، Clinical Cases. وبدايتنا هتكون من 14 سبتمبر إلى 24 سبتمبر، وهيكون في هدايا وسحوبات يومية كتير. Powered by ISOD، Live to Give، خير الناس أنفعهم للناس.